بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث بعثه الله بشر أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في اللقاء 22 من لقاءات برنامج التمهيد الرمضاني لإعداد أخصائي التطوير الإداري، الذي يأتي بعنوان الرقابة الإدارية. فنحن ننطلقنا في هذا البرنامج منذ 22 يوم، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتوج حزمة جديدة، وهي حزمة الرقابة. سنتحدث فيها عن الفجوات الإدارية التي تظهر ما بين التخطيط وما بين عملية التنفيذ، وسنتحدث فيها عن كيف نستطيع أن نقوم بعملية سد هذه الفجوات. إذا نحن نتحدث عن حزمة كبيرة اسمها حزمة الرقابة الإدارية، وداخل هذه الحزمة سيكون لدينا مجموعة مواضيع. نحن أيها الأحبة ضمن برنامج التمهير الرمضاني لإعداد أخصائي التطوير الإداري، هذا البرنامج الذي نستهدف فيه رفع مستوى كفاءات وفاعلية المشاركين معنا في موضوع التمهير الرمضاني لإعداد أخصائي التطوير الإداري. هذا البرنامج نستهدف فيه 4 حزم: حزمة التخطيط، حزمة التنظيم، حزمة التوجيه، حزمة الرقابة. كنا قد فرغنا بحمد الله من حزمة التخطيط، وانتهينا أيضا من حزمة التنظيم، وانتهينا الآن من حزمة التوجيه، ونحن الآن متجهين بإذن الله سبحانه وتعالى إلى حزمة جديدة عنوانها الكبير، عنوانها الرقابة، عنوانها الكبير التقييم. ولكن اليوم نحن نتحدث في أول لقاء فيها، واليوم تركيزنا على الرقابة وسد الفجوات الموجودة داخل الأداء. فنبغى نتعرف على من أين تأتي الفجوات، وكيف تظهر هذه الفجوات، وسنتعرف أيضا على مفهوم الرقابة الإدارية، وكيف سنقوم بعملية سد الفجوات من خلال الرقابة الإدارية. موضوعنا موضوع مهم جدا لكل قائد ولكل مدير. عادة يتم التركيز على عمليات التخطيط، لأننا في الخطة نكتب الأهداف ونكتب المعايير، ولكن نحن في عملية التقييم باختصار نحن نقيم ما كتبناه في الخطة. يعني تقدر تقول الآن إذا انطبقت عمليات التقييم على عمليات التخطيط وأصبح لدينا مطابقة، عندنا نستطيع أن نقول لدينا جودة. إذا المفروض اليوم نحن في عملية الرقابة، مفروض كأننا جالسين نسوي عملية مراجعة على عمليات التخطيط وما فعلناه فيها، ونتأكد أن ما تم في عملية التخطيط وما تم في عملية التنظيم وما تم في عملية التوجيه أصبح الآن واقعا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أدعو كل الإخوة المشاركين معنا ليشاركوا معنا لأول مرة في حلقة الرقابة الإدارية، حلقة فجوات الأداء، أن يراجعوا أرجوهم الأفلام السابقة، المقاطع السابقة اللي فيها كانت موجودة كل حلقات السابقة ضمن حزمة التخطيط، حزمة التنظيم، حزمة التوجيه، من أجل الاطلاع عليها ومن أجل الاستزادة فيها أكثر. أيها الأحبة، بداية أرحب بكم في هذا اللقاء. نحن كما قلنا الآن في لقاء جديد ضمن حزمة ضمن برنامجنا برنامج التمهير الإداري. نحن اليوم في اليوم 22 من رمضان، سبحان الله الأيام تمشي سريعا، ولدينا في هذه الأيام المباركة في هذا الأسبوع سيكون عندنا الرقابة الإدارية، إدارة الأداء، مؤشرات الأداء، مهارات حل المشكلات، مهارات اتخاذ القرارات، مهارات بناء وكتابة التقارير، ومهارات التحسين المستمر، الجودة والكايزن. إذن بداية أيها الأحبة، في هذه البرنامج نحن نستهدف أن يكون لدينا نقاشات، أن يكون لدينا حوارات، أن يكون عندنا مشاركة من الجميع حتى نستطيع أن نستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى ونضيف لأنفسنا معلومات إضافية. وبالتالي أحبتي الكرام، أرحب بكم في يوم جديد وحزمة جديدة في حزمة الرقابة الإدارية. بداية أنا أخوكم محمد العامري، أحمد شهادة دكتوراه في مجال علم النفس الإداري أو ما يسمى علم النفس التنظيمي، وسعيد بإني قد حضرت مجموعة من الدورات التدريبية سواء كانت في مجال إدارة المشاريع أو مجال السكس سيجما. ويمكن موضوعنا في حزمتنا اليوم اللي تنطلق اليوم أكثر قربا للسكس سيجما وموضوع تقييم الأداء، موضوع تحسين الأداء. ولذلك أحبتي الكرام، أي سؤال أي استفسار أرحبه، وأرحب بكل أسئلتكم، أرحب بكل استفساراتكم. كل سؤال كل استفسار ستقدموا لنا هو حقيقة إضافة لنا، فلا تترددوا أنكم تعطونا أسئلتكم واستفساراتكم حتى نستفيد من خبراتكم. هذا رقم جوالي موجود أمامكم، هذا إيميلي موجود، وأرحب بكل اتصال واستفسار في أي لحظة. أحبتي الكرام، بداية لدينا اتفاقية، هي اتفاقية تدريب درجنا نتحدث عنها في كل لقاء. فنحن موضوعنا مهمنا جدا في هذا اللقاء أن يكون القائد مشاركا معنا. سئل سفيان بعينه رحمة الله عليه: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم، لأن الخطأ منه أقبح. أي أن القائد كلما تعلم، كلما أضاف نفسه معلومات أكثر،
كل ما صار عنده قدرات أكثر وصار عنده قدرة على التعلم أكثر. ولذلك القائد هو أكثر شخص يحتاج أن يتعلم، يحتاج أن يضيف نفسه مهارات جديدة. سوبرجنسون يقول، كاتب بريطاني يقول، إذا أردنا أن يتم العمل دون تعب فعلينا أولا أن نتعب في تعلم هذا العمل. يعني إذا أردنا أن يكون لدينا قدرة على عملية البحث والاطلاع يجب أن نتعب في عملية التعلم. ولذلك أحبتي الكرام، نحن نريد أن نضيف لأنفسنا أساسيات في مجال العلوم، نريد أن نتعلم أساسيات الإدارة، نريد أن نجيدها، نريد أن نستطيع أن نتمكن منها حتى نستطيع أن نضيف لنفسنا إمكانيات جديدة. اليوم أيها الأحبة لدينا موضوع مهم جدا، وهو موضوع الرقابة الإدارية. إذن ما المقصود بكلمة الرقابة الإدارية؟ ماذا نقصد بالرقابة الإدارية؟ عادة أيها الأحبة الرقابة، لما نتحدث عن كلمة الرقابة الإدارية، معناه إحنا نتكلم أيها الأحبة عن أمرين. هذا الأمرين إن نحن وضعنا باختصار، نحن قمنا بوضع خطة، نحن كتبنا خطة، هذه الخطة هي خطة العمل التي قمنا بعملية وضعها. فنحن وضعنا خطة عمل، هذه الخطة العمل الآن المفترض أن خطة العمل هذه تنطبق تماما على ما نحن نقوم بعملية تنفيذه. فإذا حصل عندنا هذا التطابق ما بين خطة العمل وما بين عمليات التنفيذ، إذن في هذه اللحظة أصبح لدينا الآن المفترض أن الآن هذا الشيء اللي كان مخطط له انطبق تماما على الواقع. إذن لدينا جودة، لدينا جودة في الأداء، تطابق، حصل عندنا عملية تطابق. إذن عملية الرقابة هي التأكد أساسا من تطابق عمليات التخطيط مع عمليات التنفيذ، أن نتأكد أن ما خطط له من أداءات هو نفس ما ينفذ الآن من أداءات. وبالتالي إذا كان هذا التخطيط عندنا موجود بشكل صحيح، نحن سنقوم بعملية إقفال. وبالتالي هذه الرقابة اللي سنقوم بها هي رقابة قد تكون أيها الأحبة على ثلاث مستويات. الرقابة عندنا هنا ستكون لها ثلاث مستويات. هذه الرقابة ستكون رقابة قبلية، أي قبل أن نبدأ في الأداء، رقابة قبل أن تبدأ في عملية الأداء، ورقابة أثناء، ورقابة ستكون بعدية. أنت تريد أن تتأكد أنه ما فيش فجوات تحصل ما بين ما هو مخطط له وما هو منفذ. إذن عندي رقابة تسمى رقابة قبلية، أي قبل أن نبدأ في الأداء، ورقابة عندنا رقابة نسميها أثناء الأداء، ورقابة عندنا بعد ذلك رقابة بعدية، أن نتأكد بعد ذلك أن المخرجات اللي سلمناها كلها سلمت بالشكل الصحيح. طيب لما نقول رقابة إدارية، ماذا تقصد بكلمة إدارية؟ لماذا قالوا إدارية؟ أي أننا سنتراقب العمليات الإدارية، وهي عمليات الآن عمليات التخطيط، عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه، وعمليات أيضا عندنا الآن عمليات التوجيه، وعمليات أيضا عندنا عمليات الآن القيادة. سنقوم بعملية الرقابة عليها كلها لنتأكد من تحقيق الأهداف. يعني نريد نتحقق من حققنا الأهداف بكفاءة وفاعلية. إذا إحنا الآن نريد أن نتأكد جالسين نحقق الأهداف بكفاءة وبفاعلية. هذا إذا موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم جالسين نتكلم عن خطة عمل تم كتابتها وتنفيذ الآن سيتم، ونريد أن نتأكد إنه هل فعلا نحن ما قمنا الآن بعملية التخطيط له هو نفسه اللي جالس ينفذ، أم هناك انحرافات، أم هناك فجوات. وهذه الرقابة ستكون عندنا رقابة قبلية، ورقابة أثناء، ورقابة بعدية، عشان نتأكد أنه عمليات التخطيط والتوجيه والقيادة التي نقوم بها فعلا تحقق لدينا الأهداف بكفاءة وفاعلية. هذا هو موضوعنا اليوم. ولذلك أحبتي الكرام، إحنا اليوم نتكلم عن فجوات قد تحصل عندنا. هذه الفجوات قد تحصل بين ما خططنا له وبين ما نقوم بعملية تنفيذه. ولذلك عندنا هدف اليوم إكساب المشارك بإذن الله المعارف والمهارات والخبرات الأساسية اللازمة حتى يتمكن من القيام بمهارات الرقابة الإدارية على الأعمال المنفذة، يتمكن من نجاح في تحقيق إنتاجيته للمشاريع التي يقودها. يمكن لاحظتم في بداية احنا برنامج كنا مسمينه الفجوات الإدارية، لكن انا حبيت نوضح بشكل اكثر ان احنا نتكلم عن الرقابة والفجوات ما هي الا جزء منها. اذا لاحظوا معي حنتحدث عن عملية كبيرة هي عملية الرقابة، اي الحزمة كلها بشكل كامل اسمها حزمة الرقابة، حزمة التقييم، حزمة التقويم. اذا احنا الان عندنا ايها الاحبة سنسال دائما سؤال، ماذا تعلمنا؟ ماذا استفدنا؟ ماذا تعلمنا؟ ماذا استفدنا؟ والمفترض ان كل مره ساسمع منكم اجابه على ما الذي تعلمنا، ما الذي استفسرنا تعلمنا، وبالتالي اضافاتكم لنا هي ما تجعلنا باذن الله سبحانه وتعالى افضل. اذا احبتي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في الرقابه الاداريه. عاده اكثر دوراتنا تركز على موضوع التخطيط، اكثر اهتمامنا دائما بعمليه كتابه الاهداف، أكثر حديثنا دائماً عن موضوع
كيف تستطيع أن تصيغ الاستراتيجية؟ نادرا ما نتحدث عن الرقابة الإدارية، ولو تحدثنا عنها نتحدث عنها بعجل. الرقابة الإدارية هي العمليات اللي من خلالها تتأكد من الأهداف التي كتبت بشكل صحيح أم لا. وبالتالي الرقابة الإدارية دائما لها علاقة بعمليات التخطيط، هي الطريقة والتكنيك اللي نتأكد فيها أن الخطة اللي تم كتابتها تم فعلا تنفيذها. وبالتالي أحبتي الكرام، دائما أذكركم بالعملية الإدارية. سيد الهواري في كتابه الإدارة والأصول الأسس العلمية عام 1987 وضع لنا نموذج جميل جدا لتوضيح العملية الإدارية. هذه العملية الإدارية تتكون من 4 مكونات. هذه المكونات يراها سيد هواري على شكل عجلة. هذه العجلة لو تكاملت تتحرك بإذن الله سبحانه وتعالى المنظمة. هذه العجلة تبدأ أولا بعملية التخطيط. في عملية التخطيط يظهر معنا أيها الأحبة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. أرجو أن تلاحظوا أن وضع الأهداف يأتي معها التوجيه. لما تكتب الأهداف سيكون عندك توجيه نحو موارد المنظمة، نحو أهداف المنظمة، نحو ما الذي تريد المنظمة أن تحققه. ثم بعد الأهداف يتم عملية وضع رسم السياسات والإجراءات واللوائح. ثم بعد ذلك عمليات التنبؤات وإعداد الموازنات. ثم عمليات وضع برامج العمل والجداول الزمنية. وهنا تكمن عملية الرقابة. أرجو أن تلاحظوا أن الرقابة ستنعكس مع التخطيط وتتداخل مع التخطيط عندما تضع جدول زمني وتبرمج خطة. أنت عندما وضعت الخطة التشغيلية تحديداً أنت قمت الآن بوضع محددات للرقابة. ولذلك اليوم ستجدنا نراجع على بعض الأشياء التي كانت في عمليات الخطة التشغيلية وستجدنا ننطلق فيها ونتحدث عنها. لماذا؟ لأن عملية التخطيط هي عبارة عن تحويل غير المعلوم إلى معلوم. عملية التخطيط هي عبارة عن عمليات برمجة، هي برمجة للأداء، هي قرارات مبرمجة. ولذلك عندما وضعت الخطة المفروض أنك أنت الآن صممت أهداف. إذا كانت أهدافك مكتوبة بطريقة صحيحة فبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عندنا النجاح في عملية تحقيق الأهداف. لو كانت أهدافك لم توضع لها مقاييس، أهدافك ما وضعت لها معايير، في هذه الحالة أنت سيكون عندك مشكلة في عملية قياس الأداء ومشكلة في التأكد أنك أفدت فعلا الأداء. لكن عندنا عمليات التنظيم وفيها تصميم الهيكل التنظيمي، تصمم فيها الهيكل التنظيمي نريده، تحديد المسؤوليات، ثم تحديد العلاقات واختيار المدراء. ثم يأتي بعد ذلك عمليات التوجيه وهي التحفيز وعملية أيضا القيادة. وأرجو أن تلاحظوا أن التحفيز دخل مع التخطيط. لماذا؟ أنه عندما أحفز موظفيني سأحفزهم للأهداف، سأحفزهم الخطة. ثم تأتي موضوعنا اللي نتكلم عنه اليوم، موضوع الرقابة. في الرقابة سيظهر عندنا وضع المعايير الرقابية، أن نضع معايير للرقابة على الأداء المطلوب، وأن نقوم أيضا بعمليات قياس الأداء، ثم نقوم بعمليات تشخيص المشكلات وعلاجها. ولو تلاحظون أنه في قياس الأداء لم يضع التخطيط بل وضع التنظيم. لماذا التنظيم؟ عشان نعرف مين اللي عنده كانت إشكالية بأي وحدة موجودة. لأن الخطة لما احنا وضعنا الخطة وضعناها كان عندنا رقابة، الآن سيأتي معنا ماذا؟ تنظيم. إذا عمليات الإدارة تتداخل، عمليات الإدارة كلها يكون بينها ماذا؟ نوع من التمازج. ولذلك من يريد اليوم أن يتقن عملية الفجوات واكتشاف الفجوات عليه أن يرجع للخطة التشغيلية اللي تكلمنا عنها، وعليه أن يرجع أيضا إلى استخدام أدوات التحليل تكلمنا عنها في الأسبوع الأول. أذكركم تحدثنا في الأسبوع الأول عن التشخيص، وتحدثنا في الأسبوع الأول عن تحليل الفجوات، وتحدثنا في الأسبوع الأول عن التخطيط، وتحدثنا في الأسبوع الأول عن كتابة الأهداف، وتحدثنا في الأسبوع الأول عن OKR. وهذا كل اليوم سيكون بعملية من؟ اليوم كأننا جالسين نقوم بعملية الإغفال، نقفل خطتنا، نقفل عملنا، نقفل برنامجنا. إذن عندنا عملية، هذه العملية هي عملية متكاملة، هذه العملية متناغمة. إذا أصبح الإطار كاملا تسير منظمة لأهدافها. هل عنده مداخلة حول هذا الكلام؟ حد عنده مداخلة وجهة نظر؟ طيب إذا دكتور دكتور السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. يا مرحبا حياكم. يا مرحبا. لا طول عمرك. بلا شك أن اليوم عملية الرقابة تعطينا مدلولين مهمة جدا، ما يجب أن يكون هو المعيار الرقابي، والنقطة الثانية ما هو كائن أو قياس الأداء اللي تكلمت عنه دكتور. أنا أعتقد أن اليوم الرقابة الإدارية مطلوبة ضروري جدا للسيطرة على آلية تنفيذ العمليات.
يا سلام يا سلام يا سلام، حياك الله دكتور حربي، واحنا سعيدين جدا بوجودك معنا كعادتك، ما شاء الله دائما مثري. اذا احبتي الكرام، احنا نتكلم اليوم عن تحليل فقط للمراجعه، تذكر معايا سريعا، احنا نتكلم عن تحليل فجوات. هذه الفجوات ستظهر اما على مستوى الخطه الاستراتيجيه او على مستوى الجزء التشغيلي، والرقابه هي ان تكتشف هذه الفجوات قبل ان تكبر وقبل ان تتسع. إذا أردت أن تقوم بعملية رقابة فعليك أن تتذكر مفهوم الفجوات التي سيظهر. ما هي الفجوات؟ عادة عندما نقوم بالعملية الإدارية بعد أن نضع الخطة أو قبل حتى أن نضع الخطة، نقوم بعمليات تسميها عمليات المسح للبيئة. هذا المسح للبيئة، نحن عندما نذهب للمنظمة نقوم أولا بعملية المسح، نتأكد رقم واحد نسوي مسح بيئي، نعرف ما هي نقاط القوة، ما هي نقاط الضعف، ما هي نقاط الفرص، ما هي نقاط التهديدات، ما هو واقع المنظمة. فنقوم بفحص كامل المنظمة، من ضمن الفحص البيئي اللي نقوم به نتأكد هل الخطة الموجودة منفذة أو غير منفذة، هل توجد فجوات في الأداء، هل يوجد تباينات بين ما خطط له ومنفذ أم لا. بعد ذلك نقوم بعملية المراقبة والرصد، من هنا تبدأ عملية اللي اسمها عملية الرقابة. إذا السؤال، قد يتوقع أن الرقابة هي آخر شيء في العملية الإدارية؟ لا، الرقابة كما لاحظتم قبل قليل كان عندنا إطار، فالرقابة ستكون قبل التخطيط، أثناء، وستكون بعد. وبالتالي الرقابة والرصد يعني أن المنظمة دائما تراقب على عملياتها، تراقب قبل الأداء وتراقب بعد الأداء. ولذلك عمليات المراقبة والرصد راح تلاحظوا اليوم وبكرة نحن أقرب لعمليات الإحصاء، لأن احنا سنأخذ بيانات وسنقوم بمعالجتها وسنقوم بعملية كتابتها. ولذلك الطالب في علم الإدارة يدرس مادة عن الإحصاء الإداري، لماذا؟ لمساعدته في عمليات المراقبة والرصد. ثم بعد ذلك سنقوم بعمليات التحليل والتنبؤ. هناك أيها الأحبة عمليتين في علم الإدارة، أما عملية توقع وهي حدس وتخمين، توقع حدس وتخمين، أو عملية تنبؤ. التنبؤ معناه أنك أنت بناء على التحليل، بناء على المعطيات الموجودة عندك، بناء على البيانات اللي جمعتها من خلال عملية المراقبة والرصد، وهذه البيانات اللي جمعتها أنت ستقوم بعملية الآن اتخاذ قرار. ولذلك الدور الأساسي لعملية الرقابة أنها تساعدك في عملية اتخاذ قرار، كيف تكتشف الفجوة قبل حدوثها وكيف تستطيع أن تقوم بعملية سد الفجوة قبل اتساعها. إذا أنا سأقوم بعملية تحليل وتنبؤ ليس توقع، إذا لابد من معطيات، لابد من أرقام كمية تكون موجودة عندي حتى أستطيع أقوم بعملية القياس. ثم بعد ذلك لدينا عملية هي التغذية الراجعة. هي الراجعة لماذا؟ حتى نعطي كل موظف في الهيكل الإداري أو كل واحد يعمل معنا، سواء كان رئيس مجلس الإدارة أو التنفيذيين أو مدراء الإدارات أو رؤساء الأقسام أو الموظفين، تقارير. هذه التقارير تجعلهم قادرين بإذن الله سبحانه وتعالى على تحسين الأداء. إذا عملية الرقابة تقوم أولا على مسح بيئي، مراقبة ورصد، تحليل وتنبؤ، تغذية راجعة، حتى أستطيع أتنبأ بالفجوات اللي ممكن تكون موجودة لدي أثناء العمل. هذا ما يقوله مجيد الكرخي في كتابه التخطيط الاستراتيجي باستخدام مصفوفة الرباعية SWOT، وأتمنى أن تقرأوا هذا الكتاب، فهو كتاب قيم جدا في التحليل، كيف تستطيع أن تجري التحليل للفجوات. أيضا أيها الأحبة، نحن عادة تظهر عندنا مجموعة من الفجوات أثناء العمل. دكتور، عندنا مجموعة من الفجوات، هذه الفجوات، تفضل. معلش، عفوا دكتور، بالنسبه للمسح البيئي احنا بلا شك انه مطلب ضروري، احنا بنحول المسح النوعي ثم نحولها الى تحليل او صحيح، وهذا ما سنعمله بعد قليل ان شاء الله. اي بس للتاكيد بس دكتور، شكرا لك دكتور. نعم صحيح. وبالتالي احبتي الكرام، احنا الان لدينا مجموعه فجوات، هذه الفجوات فجوات في الاداره الاستراتيجيه، فجوات في تحليل المحافظ، فجوات في 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 المنتج قد تظهر، فجوات في القيمة المضافة، قد تظهر عندنا مجموعة فجوات تسمى الفجوات الإدراكية. هذه الفجوات قد تظهر متى؟ للتباين ما بين ما خططنا له وبين ما نحن نقوم بعملية تنفيذه. هذه الفجوات أيها الأحبة عادة هي عبارة عن تباين ما بين أين نحن الآن وأين نريد أن نكون. أما وضعنا الخطة المفروض احنا متجهين للخطة الآن، لكن سيظهر عندنا مجموعة فجوات. هذه الفجوات هي عبارة عن تباين بين ما خطط له وبين ما نريد أن نكون عليه. ولذلك الرقابة الإدارية هدفها الأساسي كشف هذه الفجوات، التنبؤ بهذه الفجوات،
معرفة الفجوات قبل عملية حدوثها. إذا على هذا الأساس أيها الأحبة، على هذا الأساس إحنا نريد الآن أن نقوم بعملية الآن عملية كشف هذه الفجوات والتعرف عليها أيها الأحبة. إذا معنى ذلك إن عندنا في فجوات ستظهر، فجوتين عادة تظهر في عملنا، فجوة تسمى فجوة الاستراتيجية. هذه الفجوة الاستراتيجية هي عبارة عن فجوة الأداء للمستقبل، فجوة أين فجوتنا في عمل استراتيجيتنا المستقبلية، وفجوة تسمى الفجوة التشغيلية، أي ما الذي سيتم عندنا الآن اليوم في الخطة التشغيلية. لدينا خطتين، خطة استراتيجية وخطة تشغيلية، وبالتالي إحنا يجب أن نكتشف ما الفجوة الموجودة عندنا في البعد الاستراتيجي وما الفجوة الموجودة عندنا في البعد التشغيلي. في الفجوة الاستراتيجية رؤيتنا، رسالتنا، أهدافنا العامة، طموحنا، هل إحنا متجهين نحوها أو لا. في الفجوة التشغيلية أعمالنا ننفذها يوميا، هل إحنا شغالين عليها أم لا. هذا معناه أن يجب أن نبني معايير، هل يجب أن نبني معايير بعيدة المدى لأهدافنا البعيدة وأهدافنا التشغيلية. لهذا الأمر أيها الأحبة دائما عندنا أسئلة، ما هي الفجوة بالضبط؟ ما عواقب هذه الفجوة؟ ما التوقيت؟ من المسؤول عنها؟ ما الخيارات المتاحة؟ ما تكلفة وجود مثل هذه الفجوة؟ هذه أسئلة يجب أن نسأل عنها دائما في عمليات الرقابة حتى نتأكد أننا ماشيين بطريقة صحيحة، ودائما أنا أراقب الأداء ودائما أتأكد أني ما عنديش فجوات ستظهر عندي أثناء الأداء. على هذا الأساس أيها الأحبة، هذه الفجوات من أين تظهر؟ عندنا دائما نضع واقع، نحن موجودين في هذا الواقع ونريد أن ننتقل لذلك الهدف، وعندنا إطار زمني يسمى سيرورة. الآن عندما نضع الهدف عادة نحن تظهر عندنا فجوة أولية بين واقعنا الحالي وبين الهدف اللي نريده. فلما نقوم بوضع أهداف، هذه الأهداف هي عبارة أساسا، التخطيط كله عبارة عن سد لفجوة، التخطيط سد فجوة ما بين الواقع والمأمول. وبالتالي لما نضع أهدافنا، خطتنا تضع مجموعة من الأهداف، هذه الأهداف تكون عندنا مجموعة من الفجوات راح تظهر عندنا في الأداء. إحنا نبغى نسوي رقابة، نبغى نتأكد هل فعلا الهدف الأول اكتمل، هل فعلا الهدف الثاني اكتمل، هل فعلا الهدف الثالث اكتمل والرابع، وبالتالي هل سدت الفجوات، هل هذه الفجوات يتم عملية سدها بطريقة صحيحة أم لا. هذا كله نريد أن نتأكد منه. وبالتالي نحن عندما نقوم بعملية التخطيط نبغى نتأكد هل نحن فعلا وصلنا إلى ما نحن خططنا له، أم ما زلنا الآن أداءنا أقل مما نحن نريده. وبالتالي عملية الرقابة، عملية تحليل الفجوات هي عبارة عن التأكد بأن احنا جمعنا بيانات بطريقة صحيحة عن ما نحن نقوم به من أداء، والتأكد بأن نسير في الطريق الصحيح، والتأكد جسين ننتقل من أداء حالي إلى أداء مأمول. وبالتالي أحبتي الكرام، نحن سيكون عندنا الآن معرفة بأداءنا، أين نحن؟ ما هي الفجوة التشغيلية؟ ما هي الفجوة الاستراتيجية الموجودة لدينا؟ هذا الأمر يحتاج مننا إلى عملية اسمها عملية الاستقصاء، عملية اسمها عملية جمع البيانات وعملية تحليلها حتى نعرف حجم الفجوات الموجودة لدينا. على هذا الأساس قد تظهر عندنا فجوات تشغيلية، وقد تظهر عندنا فجوات استراتيجية. عملية الرقابة هي تنبؤ بهذه الفجوات قبل ظهورها، قبل استفحالها، قبل استشرائها، قبل أن تكبر هذه الفجوة، وقبل أن تبلع هذه الفجوة المنظمة بالكامل. وبالتالي نحن نريد أن نقوم بعملية الآن معرفة هذه الفجوات وكيف ستؤثر علينا هذه الفجوات، كيف نستطيع أن نجمع بيانات، كيف نحللها، كيف ندققها. فحديثنا اليوم في الرقابة سيكون أقرب ما له بعملية الآن الإحصاء وعملية البيانات فيها والتعامل معها. إذن عندما نتحدث عن عملية الرقابة، عايز نتكلم عن الرقابة على أعمالنا، ماذا أنجز، ماذا نريد أن ننجز، ما حجم الفجوة الاستراتيجية، ما حجم الفجوة التشغيلية. الفجوة التشغيلية تظهر من الخطة التشغيلية، الفجوة الاستراتيجية تظهر في التباين ما بين الخطة الاستراتيجية والخطة والرقابة اللي عندنا على أهداف اللي عندنا موجودة. هذا يدل أن إحنا أيها الأحبة دائما علينا أن نقوم بعملية رقابة، نراقب يا ترى ماذا فعلنا حتى الآن في خطتنا التشغيلية؟ ماذا فعلنا حتى الآن في خطتنا الاستراتيجية؟ هل نحن الآن نسير بالطريقة الصحيحة؟ هل نقوم الآن بعملية سد الفجوات؟ هل نحن فعلا مركزين على عملية تتبع تطورنا وتطور خطتنا؟ ولا احنا حطينا أهداف وخلاص تركناها؟ ولا احنا جالسين بس نحط أهداف وتركناها ونهاية السنة نبغى نراجع؟ فإذا جينا نراجع نهاية السنة قد نجد ان احنا انفسنا انحرفنا انحراف كبير جدا عن أهدافنا. إذا على هذا الأساس لدينا نوعين من الفجوات يجب أن تكون موجودة عندنا. تفضل أخ حربي.
عفوا دكتور، بلا شك ان اليوم الفجوه هي انحراف او عدم توازن ما هو كائن وما يجب ان يكون، ولذلك اليوم الفجوه هي عباره عن نتيجه صحيح كما ذكر الدكتور، فهنا يجب المطلوب هي التصحيح او الغاء الشيء. هذه صحيح نقطه. ما ينبني على حديثي انه لو انا اثناء التنفيذ واخذت مرحله طويله في الوقت في عمليه تنفيذ الانشطه والبرامج والعمليات وجالس اعمل عليها رقابه، وجدت انه الفجوه كبيره، هنا العوده الى في الاخير تنبأت انه والله في مشكله عندي في الاهداف الاستراتيجيه. كيف انا، ما هو الحلول اللي ممكن تسهم في عودتي مره ثانيه بشرط انه اختصر الوقت والجهد والتكلفه في هذا المجال؟ هذا يحتاج مني أعمل طلب تغيير، بعدين أقوم بتشخيص حجم الفجوة وأسبابها، وهذا الشيء اللي راح أتعرف عليه بعد قليل. إني لازم أنا أشخص نوع الفجوة والطريقة اللي استخدمتها في عملية أصلا بناء الأهداف، لأنه أنا ما أبغى، أنا الآن في عملية رقابة، فأنا قد يكون الخطأ حصل أصلا في الأسلوب اللي استخدمته في التخطيط. واضح؟ إن لما كتبت الأهداف في التخطيط لم تكون مقاسة. أنا فأنا كيف الآن أرجع يا دكتور؟ نعم أنا كيف أرجع مرة ثانية بشرط إنه ما يضر العمليات ولا يضر هذا ما قيمة العمل نسميه طلب الداخلي؟ التغيير، هذا ما نسميه طلب التغيير. سنتعرف عليه بعد قليل لما نتكلم عن طلب التغيير. شكرا دكتور. إن شاء الله. إذا عندنا الآن فجوتين، في فجوات تسمى الفجوات التنافسية وهي فجوات خاصة بالبعد الاستراتيجي، وفجوات اسمها فجوات أداء في البعد التشغيلي داخل المنظمة. أنا دوري الآن، أنا كمخطط دائما دوري أن أقوم بعملية تحليل. هذه الرقابة عادة نحن نضعها على شكل أرباع، الربع الأول من السنة، الربع الثاني، الربع الثالث، هكذا الإدارة بالأهداف. الإدارة بالأهداف تقسم السنة إلى أرباع، كل ربع سنقوم بعملية التدقيق عليه. وأرجو أن ترجعوا إلى موضوعنا لما تكلمنا عن OKR بالتخطيط، عندما تحدثنا عن تقسيم السنة إلى أرباع من أجل أن نقوم بعملية رصد الفجوات وعملية تحليلها، حتى لا نترك الفجوة نهاية السنة ونقوم بالتقييم، تكون الفجوة اتسعت وكبرت علينا، نبغى نلحق الفجوة كل ربع سنة نلحق الفجوة. إذا عندنا الآن مزايا عملية تحليل الفجوات، إنها تساعدنا على أن نقوم بعملية تحليل الفجوة الاستراتيجية والتشغيلية، تمثل بالنسبة لنا طريقة لعملية التحليل التفصيلي، تمثل إنذار مبكر. عيوب تحليل الفجوات، لا تعتبر تقييم مهني معتمد، لا توضح لنا الخطوات التالية، لا يتم فيها تحديد القيم بدقة، لا تراعي المتغيرات الديناميكية، قد يشوبها السوء من الفهم والتفسيرات، ولذلك لابد أن تحليل الفجوات يلحقه عملية اسمها عملية الرقابة. الرقابة أشمل من مجرد تحليل الفجوات، تحليل الفجوات سيعطيك إنذار، سيقول لك ترى عندك فجوة، بس ما راح يقول لك من فين جت. لابد أن تقوم بعمليات رقابة حتى تجمع بيانات ومعلومات وتسوي عمليات استقصاء حتى تعرف ليش الفجوة تشكلت وكيف حصل عندك هذه الفجوة. إذا عندنا سنتعرف، لابد أن نتعرف على نقاط القوة، نقاط الضعف، نتعرف على الفرص والتهديدات، نقوم بوضع القيود والميزانيات، نقوم بتفهم القيود التنظيمية المشروعي، أقوم بتطوير عمليات التحسين بشكل واضح. هذا كله يجب أن أقوم به حتى أستطيع أن أعرف من أين ظهرت هذه الفجوة، كيف حصلت عندي هذه الفجوة. وأمثلة شائعة عندنا، قد تظهر عندنا الفجوات في إطلاق منتج جديد، في الإنتاجية في المصنع، في الإمداد، في فريق المبيعات، في عمليات التشغيل، في عمليات التسويق. الفجوات قد تظهر في أي مجال من مجالاتنا، وبالتالي احنا دورنا كيف نستطيع أن نقوم بعملية اكتشاف هذه الفجوات. هذه الفجوات أيها الأحبة قد تكون عندي فجوات في الأداء، قد تكون عندي فجوات في المنتج، قد تكون عندي فجوات في الربح، قد تكون عندي فجوات في الموارد البشرية. أنا علي أن أقوم باكتشاف هذه الفجوات وبشكل دائم. الرقابة معناه أن يكون عندك القدرة على التنبؤ بهذه الفجوات وعملية استحضارها وعملية البحث عنها بشكل دائم، وبالتالي تحتاج دائما إلى إجراءات حتى تحدد الفجوات. يجب أن تقدم أدلة، يجب أن تجمع بيانات، يجب أن تقدم خطة علاجية، يجب أن تقول ما هي الخطة العلاجية تكون موجودة عندك. لهذا الأمر أيها الأحبة ليس كافي أن نقول لدينا فجوة، بل يجب أن ندلل على وجود الفجوة ويجب أن نقوم بوضع علاجات لها. وبالتالي أصبح اليوم من الأساس بالنسبة لنا أن نجيب على السؤال، هل هذه الفجوة لديك دليل عنها؟ هل هذه الفجوة لديك خطة لعلاجها؟ يا ترى ما الإجراء المطلوب حتى نقوم بعملية سد هذه الفجوة؟ الرقابة الإدارية هي ما تستطيع أن تجاوبنا عن هذا الأمر. ولذلك نحن عادة نحدد القيمة المستهدفة، نستنبط ونحدد القيمة الحالية، نقوم بتخطيط فريق عمل للتطوير، نطور الأفكار لسد الفجوات، نخطط لإجراء الفجوات لسد الفجوات، ثم نقوم بتنفيذ الإجراءات. هذه العمليات اسمها عمليات تحليل وسد الفجوة. لكن السؤال كيف؟
كيف أستطيع أقوم بهذه العمليات؟ كيف أحدد القيمة المستهدفة أصلاً؟ المعيار عندي كم كان؟ وكيف أستنبط القيمة الحالية، الأداء الحالي كيف أستنبطه؟ هذا يحتاج منا الإجابة للسؤال كيف؟ وهذا ما سنتجه له الآن عندما نتجه لعملية تحليل فجوات. إذا نحن نحتاج إني أسوي مراجعة بشكل دائم وأشوف التحديثات اللي عندي موجودة، أحدد الهدف اللي عندي، هل أنا ماشي بالطريقة الصحيحة، أستقري الواقع اللي عندي الآن، أقوم بالتطوير، أطور دائما وأراجع النظام وأنفذ دائما وأحلل الفجوات وأحلل أيضا الفجوات التشغيلية. فأنا بالتالي لابد أن يكون عندي دائما عملية تصحيحات. هذه التصحيحات أيها الأحبة تقتضي مني دائما أن أخطط وأن أضع خطتي. الخطة عندي سأحلل الفجوة، أن أفعل، أن أفحص، أن أحسن. أنا حتى الآن ما زلت فقط أراجع معكم منهجنا اللي كنا تحدثنا عنه في جلستنا عن سد الفجوات. إذا سد الفجوات كان يتحدث عن عملية تتبع ما الذي كان موجود من فجوات داخل المنظمة. طيب أنا سددت الفجوات، حللت الفجوات، كيف سأبدأ الآن؟ كيف سأتعامل لما أشعر أن هناك فجوة؟ هل سأنتظر حتى تظهر الفجوة؟ هنا تظهر عندنا مفهوم اسمه مفهوم الرقابة الإدارية. إذا الرقابة الإدارية وجدت لماذا؟ وجدت أساساً للتعامل مع هذه الفجوات. فتذكروا عندنا أن الرقابة الإدارية وجدت أصلاً للتنبؤ بهذه الفجوات والتعامل معها. إذا إحنا الآن سنقوم بعمليات التعامل دائماً ما بين الرقابة الإدارية وما بين التخطيط. أرجو أن تلاحظوا عندنا عملة مثل عملة المعدنية لها وجهين، كتابة وصورة. يجب أن تتذكر أن العنصر الأول تخطيط، العنصر الثاني رقابة، وبالتالي يجب ألا تخرج من عمليات الرقابة فتدخل في عمليات التخطيط، وهذا ما يقع فيه البعض. يعني تعال نكتب أهداف، لا إحنا من رش نكتب أهداف، خلاص أهداف كتبناها فين؟ في التخطيط. إحنا نبغى نعرف الآن كيف نتأكد أن أهدافنا صيغت بشكل صحيح، كيف نتأكد أن أهدافنا نفذت بشكل صحيح. إذا الرقابة الإدارية ما هي؟ الرقابة الإدارية أيها الأحبة من المفترض أن الظروف البيئية المحيطة هي السبب في عدم تحقيق أهداف المنشأة. تمان وغالبا ما تتبلور وظيفة التخطيط خطة مجموعة من الأفكار حول عملية هل فعلا الأهداف اللي وضعناها فعلا تحققت؟ هل فعلا نحن أنجزنا الخطة؟ هل فعلا الأهداف اللي وضعناها مقاسة وقابلة للقياس؟ عادة أيها الأحبة لما نتكلم عن الرقابة الإدارية معنى ذلك أن عندنا احتمالات. حتى نجيب هذا السؤال هل وجود خطة يعني أن الهدف قد تحقق؟ إجابة لا، لأنه ممكن يحصل عندي احتمالات. هل تنفيذ الخطة يعني الإنجاز المحقق هو فعلا إنجاز مخطط له؟ إجابة لا أعلم، لأن أنا دائما عندي مصفوفة، هذه المصفوفة عبارة عن علاقة ما بين الإنجاز والهدف. قد يتحقق الهدف وقد لا يتحقق، قد أنجز وقد لا أنجز، قد يكون عندي احتمالات. يتساوى عندي الإنجاز المحقق مع الهدف، وقد يقل الإنجاز المحقق على الهدف، وقد يكون الإنجاز المحقق أكبر من الهدف، وأخيرا قد يكون الإنجاز المحقق صفراً، صفر، ما حققت شيء. وبالتالي أنا أريد الآن في عملية الرقابة أبغى أتأكد، أنا في الرقابة كأني أريد أن أتأكد أن الخطة التي وضعتها فعلاً جالسة تتحقق، وأن الخطة التي وضعتها فعلاً جالسة الآن تؤتي ثمارها، وفعلاً هذه الخطة عندي لها أمور. وبالتالي دائماً ما نجد عندنا كلمة اسمها كلمة الفساد الإداري. ما هو الفساد الإداري؟ الفساد الإداري يكمن في الشيء التالي، أن وضعنا خطة جميلة ورائعة واعتمدناها بكلام جميل وأخذنا عليها موازنات جميلة، وبعدين ما تنفذت. ما تنفذت، فين راحت الفلوس؟ ما تنفذت، فين راحت الفلوس؟ هنا يكمن الفساد الإداري. وذلك الرقابة دائما هي العملية اللي تأكد فيها أنه عملية التخطيط اللي أخذت بناء عليها تم عملية التنفيذ، حتى نتأكد أن فعلا عندنا عملية ارتباط. فنحن في الرقابة أرجو أن تتذكروا عيننا دائما على محور المال والهدر، هل هدرنا أموالنا؟ إذن عملية الرقابة هي عبارة عن عملية تأكد أن ما قمنا بعملية تنفيذه هو ما يتم عملية تحقيقه. طيب يأتي السؤال الآن، يا ترى كيف نستطيع أن نعرف ما الفجوات التي تظهر والرقابة الإدارية تحتاجها؟ هنا نحتاج أن نتعرف على العملية. عادة أيها الأحبة مع بداية كل خطة عندنا مثلث نسميه مثلث الجودة. المدراء يقدمون وعود كبيرة في الخطة الموجودة، يقدم المدراء وعود كبيرة جدا للعملاء، خطة جميلة وفر عن منتجات وتسويق جميل جدا وذكرت كلام جميل جدا في الخطة. ثم المدراء فوضوا صلاحياتهم لمن؟ للعاملين، حتى العاملين يقدموا وعودهم للعملاء. وبالتالي الآن هناك مثلث يسمى مثلث الجودة. هذا المثلث الجودة يطلع لنا كلمة مهمة جدا تبيولها في الأحمر تحت موجودة اسمها التطابق. إذا تطابق ما وعد به الإدارة العليا
العملاء، فبالتالي لدينا جودة. إذا لم يتطابق ما وعدت به الإدارة العليا العاملين في الميدان، إذا لا يوجد لدينا جودة. إذا لما نقول لدينا رقابة، نحن نبغى نتأكد هل فعلا حصل عندنا تطابق؟ هل فعلا حصل عندنا وفاء بالوعود التي قدمت للعملاء؟ هل هذا الأساس أيها الأحبة؟ علم الجودة علم له علاقة كبيرة جدا بعمليات المطابقة. علم الجودة باختصار يتحدث عن كيف نستطيع أن نكون عندنا معرفة بما الذي تم، وهل فعلا نحن الآن نتجه نحو المشاركة والإدارة بالأهداف. كلها تتحدث عن عمليات المشاركة وليس إلقاء اللوم مين اللي أخطأ، لا، نبقى نعرف ماذا قدم في العمل. فلاحظوا معي الآن، عادة كان زمان عندنا عملية نسميها عملية الفحص. ما هي عملية الفحص؟ هي تقارير كانت تظهر عندنا، هذه التقارير كانت تعطينا استنتاجات وتعطينا فرض وتعطينا معرفة بالإجراءات التصحيحية عشان نفحص هل فعلا نحن نفذنا ما تم تحقيقه أم لا. بعد ذلك تطورت الجودة للحديث بدل عملية الفحص، أصبح لدينا عملية اسمها مراقبة الجودة، فأصبح اليوم عندنا عملية رقابة. كان زمان عندنا عملية الفحص معنى ذلك أنك تصنع وبعدين تأكد أنه أنجز. الرقابة أشمل، الرقابة معناها أنك أنت قبل أن تصنع ستتأكد هل فعلا المدخلات كانت جيدة، هل المعالجات كانت جيدة، هل المخرجات كانت جيدة. فظهرت عندنا مفهوم الرقابة، ثم ما لبث مفهوم الرقابة أن تطور إلى مفهوم ضمان الجودة. ضمان الجودة معناه أن أضمن أني وضعت معايير صحيحة وأضمن أن بياناتي صحيحة حتى أتأكد أن فعلا ما تم كتابته سواء في العملية أو محيط المتغيرات كله صحيح. ثم ما لبثت أن تطورت الجودة إلى إدارة الجودة. إذن اليوم لدينا تداخل ما بين عمليات الرقابة وما بين الجودة. نعم، ولذلك الجودة ستأتي ضمن عمليات الرقابة. لماذا؟ لأن الجودة هي التطابق. تذكر أرجوكم الجودة تعريفها هي التطابق، ولذلك الجودة دائما تدرس تحت عمليات الرقابة. لماذا؟ لأن أنت الآن كتبت الأدلة وأنت الآن كتبت الخطة وأنت الآن جالس تنفذ وجالس تتأكد أن أنت فعلا عندك كل شيء ماشي بشكل صحيح. طيب أثناء العملية قد يحصل عندي الشيء التالي، هذا الآن أيها الأحبة نسميها العملية الإدارية. قلنا أن برونتا في وضع منهج يسمى منهج العملية الإدارية، وأن علم الإدارة قائم على العملية، ويمكن وضحنا هذا الكلام خلال الأيام الماضية. فلاحظوا معي، هذا عميل، هذا العميل الآن عنده طلب جاي يريد أنه يحصل الآن على منتج. هذا العميل لديه الآن يتعامل معنا كمنظمة، نحن الآن وضعنا خطة، نحن وعدنا بوعود. هذا العميل أيها الأحبة لديه صوت. صوت العميل معناه يا ترى ما هي رغبات هذا العميل، ما هي احتياجات هذا العميل، ماذا يريد هذا العميل. فنحن المفترض أن سمعنا صوته. الإدارة العليا من خلال التخطيط والتنظيم والتوجيه سمعت لصوت هذا العميل وأصدرت نظام. هذا النظام هو عبارة عن استراتيجية، وضعت أيضا خطة ونشرتها وقالت والله هذا دليل سياساتنا وإجراءاتنا وهذا خطة عملنا. فظهر عندنا صوت آخر اسمه صوت العمل. صوت العمل معناه الوعود التي قدمت لهذا العميل حتى يأتي يتعامل معنا. نقول له والله احنا قادرين بإذن الله سبحانه أن نعمل العملية. ثم بعد ذلك يأتي عندنا الآن مواصفات. هذه المواصفات سيتم الاتفاق عليه. هذا العميل لما تعامل معك تعامل معك وانت قدمت له مواصفات ووعدت انك راح تقدم له الخدمة في وقت معين، ووعدت انك راح تقدم له الخدمة بتكلفة معينة وفق خطة انت وضعتها. اذا العميل سيطالب بصوته انه يطالب العمل، يا جماعة يا منظمة ارجوكم نفذوا لي الشيء اللي وعدتوني به. لكن حقيقة هناك صوت اخر وهو صوت الموظف. هل الموظف مدرب؟ هل الموظف مؤهل؟ هل الموظف ممكن؟ هل الموظف جاهز يقوم بعملية تنفيذ هذه العمليات؟ يظهر عندنا فجوة أخرى، فجوة صوت الموظف. ممكن الموظف يقول لك يا أخي والله اللي وعدته كلام جميل بس أنا ما تدربت عليه ولا أعرفه ولا عندي إمكانيات. ثم يظهر عندنا صوت آخر اسمه صوت العملية. العملية نفسها الإجراءات، هل عندنا القدرة التشغيلية على إنجازها؟ هذه العملية تحتاج مننا إلى إجراءات وأدوات، وبالتالي يظهر عندنا الصوت اسمه صوت العملية. هذا الصوت أيضا سينعكس عندنا على عمليات التطابق. إذا العميل هو الذي سيقيم أداءنا وسيقيم ما وعدناه. فإذا ما وجد العميل أن ما وعدناه هو فعلا ما هو محقق، في تلك اللحظة سيقول العميل شكرا لكم. إذا الجودة وعملية الرقابة هي أن نتأكد من الأصوات الأربع كلها أن كل شيء يمشي بشكل صحيح. نتأكد من صوت العمل وهي اللوائح والأدلة والسياسات والإجراءات وماذا يريد الإدارة العليا. صوت العميل ماذا طلب العميل؟ صوت الموظف التدريب والتأهيل والتطوير الموظف والترقيات والتحفيز والتمكين والتفويض. صوت العملية الإجراءات والسياسات والأهداف وكتابتها. هذا كله حتى نقلص الفجوة بين ما وعدنا به العميل وبين ما هو قدم لمن؟ للعميل. إذن العميل في الأخير هناك سيحصل عنده فجوة ما بين
ما وعدناه به وبين ما قدم له بشكل صحيح، ما بين الجودة المدركة اللي أدركها فعلا وبين التوقعات العميل. لذلك يأتي السؤال، يا ترى ما سبب الفجوات هذه في الأعمال؟ من أين ستظهر هذه الفجوات؟ من خلال الاستحصاء نقول كالتالي، عندنا فجوات ستظهر من صوت العمل، أصحاب المصلحة حين عدم كتابة ما يريدون، القيم، الحوكمة، الاستراتيجية، التخطيط، التنظيم، النظام، الرقابة، العائد على الاستثمار، هذه كلها أشياء يجب أن نقوم بعملية الرقابة عليها حتى نتأكد نحن فعلا ماشيين صح. صوت أيضا، صوت العميل، صوت العميل معناه هل درسنا العميل، حللنا العميل الخارجي والداخلي، هل أيضا قمنا بعملية الآن تحديد الرقابات، هل حددنا التوقعات العميل، متطلبات العميل. أيضا صوت عندي الآن صوت الموظف، هل لاحظنا الموظف عندنا، هل هو مدرب، ما هي احتياجاته، ما جداراته، ما إدارة المعرفة، ما التدريب، ما التمكين، ما الأداء. أيضا صوت العملية، يا ترى هل عندنا خطة تشغيلية، هل عندنا إجراءات، هل عندنا سلسلة قيمة، هل عندنا التقنية، هل عندنا أداء، هل عندنا رصد وتحكم، هل عندنا حل مشكلات، هل عندنا تحسين. هذا معناه أن عندنا أربع أصوات هادرة ستكون داخل منظمة. أنت دورك لما تقول أبغى أسوي رقابة، أنت ترى ما تراقب بس على الهدف، لا، تراقب على كل هذه الأصوات، وهذه الأصوات عندما تكون غير متناغمة فإنها ستعطيك نوعا ما تنبيه أنك يجب أن تقوم بعملية رقابة سريعة على هذه الأصوات ومدى عملية إكسابها. تفضل أخ حربي. يعطيك العافية على هذا الطرح دكتور. فيما يتعلق بالحوكمة، هل ممكن أن تكون هناك الحوكمة متعلقة بس بالمنظومة أو المنظمة داخليا؟ يعني هل ممكن أنا أسوي حوكمة في كافة فئاتها وفقط لا غير، أم أن أعمل حوكمة الكستومر والعميل والموارد والموردين؟ الحوكمة هي شيء كلي. ما معنى كلمة الحوكمة؟ الحوكمة معناها الامتثال. الحوكمة معناها الامتثال، فلا يمكن منظمة تمتثل في جزء وجزء آخر لا تمتثل فيه، فالمفروض أنها تمتثل لكل شيء، تمتثل امتثال داخلي وامتثال خارجي. هل هي عبارة عن سياسات وإجراءات دكتور؟ نعم، سياسات وإجراءات. احنا لو رجعت الموضوع السياسات تلقينا شرحناها في السياسات، ارجع لحلقة السياسات. لأن اليوم المؤسسة الرياضية وضعت 6 عناصر رئاسة الحوكمة، شيء يتعلق بالاستراتيجية، شيء يتعلق بالقيادة والجانب المالي والتشغيلي والموارد. نعم صحيح. والموارد البشرية واللوائح. فهذه هي الأساس اللي ممكن أن نعتمد عليها. نعم. بمنهجيتي يعني. نعم، احنا شرحناها في السياسات الإدارية، شرحنا الحوكمة ضمن السياسات الإدارية، أرجو أن تعود لها. إذا عندي الآن أصوات، سأرجع لهذه الأصوات، هذه الأصوات كلها تعطيني أصوات 4، صوت العملية، صوت العمل، صوت العميل، صوت الموظف، راح تعطيني ماذا؟ تعطيني أفكار لمشاريع، هذه مشاريع تحسينية، مشاريع تطويرية، مشاريع لعملية الرقابة داخل منظمة. إذا أنا المفترض، أنا الآن لما أقول عملية رقابة معنى ذلك أني أنا جالس أحدد الآن ماذا أريده. إذا الرقابة ما مفهومها، ما أهميتها؟ بناء على كذا ما دام عندنا هذه الأصوات كلها، الرقابة أيها الأحبة يمكن تعريفها بأنها عملية منتظمة. هذه العملية المنظمة المنتظمة تسعى عادة لعملية كشف الانحرافات وعملية سد الانحرافات. دائما المدراء من خلال عملية التخطيط يضعون أهداف، نريد أن نتعرف على هل فعلا ما تم تنفيذه هو المخطط له. عادة أيها الأحبة الأشياء الأساسية في عملية الرقابة هي التأكد من مقاييس الأداء، لازم نتأكد من الخطط لأن الخطط توضح اتجاهات الأداء. فريدريك تايلور يعتبر إدارة العلمية، فريدريك تايلور نبه لأهمية أهمية الرقابة منذ بدايات الإدارة العلمية، يعني من عام 1905 هو يتحدث عن أهمية الرقابة الإدارية. البعض يعرف الرقابة الإدارية بأنها عبارة عن التأكد أن النشاطات الفعلية اللي تم التخطيط لها تنفذ. أيضا الرقابة نقدر نقول أنها عبارة عن كشف الانحرافات، نعرف مستوى الانحراف بين ما خططنا له وبين ما هو منفذ، هل فعلا ما خططنا له فعلا هو ما جالس ينفذ أم أمر آخر. ولذلك أحبتي الكرام يمكننا أن نقول أن عملية الرقابة نقدر نعرفها بالشكل التالي، أن الرقابة هي عملية التأكد من أن ما تم التخطيط له هو ما تم تنفيذه، وكشف الانحرافات، الفجوات وتصحيحها إن وجدت للوصول إلى الأهداف المحددة سابقاً. وبالتالي لما نقول رقابة معناها جزء منها كشف الفجوات، لأن الفجوات جزء الرقابة أكبر، معناها كشف الفجوة، تصحيحها. إذا عملية الرقابة ماذا تعني؟ 1، لابد من وجود هدف مخطط له.
إذا لابد أن يكون عندنا هدف، هذا الهدف تم التخطيط له. أيضا اثنين، أن يكون هناك أداء مخطط له، يعني معناه أنه الهدف وأداء، ما الفرق أيها الأحبة بين وجود هدف وأداء؟ أداء معناه أنه مكتوب فيه من سيقوم بالعمل، أين سيقوم بالعمل، متى سيقوم بالعمل، ما هي معايير عمله. أيضا لابد أيها الأحبة أن يكون هناك أداء فعلا سيتحقق، يعني لابد أنه فيه تنفيذ، عملية تنفيذ. أيضا لابد من أنه سيتم عملية تقييم الأدائين، سنقيم ما بين الأداء الموجود في رقم 2 والأداء الموجود في رقم 3 ونشوف الفجوة ما بينهم. أيضا بعد ذلك سيتم كشف الانحرافات من خلال نشوف الانحراف ما بين رقم 2 ورقم 3، هل فعلا رقم 2 هذا الأداء اللي نريد ننفذه هو نفسه اللي ينفذ، وبالتالي سيتم اكتشافه. رقم 6 سيتم تصحيح الانحرافات بسرعة، نكتشف فجوات ونقوم بعملية سدها. أيضا رقم 7 التأكد من أن الهدف قد تحقق. إذن عملية الرقابة هي عبارة عن كشف الفجوات، كشف الانحرافات، وعبارة عن عملية سدها. طيب هذه الرقابة أيها الأحبة تقوم على ماذا؟ قد تكون الرقابة هدفها التغلب على المشكلات، دورها أساسي التغلب على المشكلات والمصاعب في حال عدم التأكدية. إيش أنا حد عن التأكدية؟ هل عن التأكدية معناه أنا مش متأكد هل فعلا أنا جالس يتنفذ عندي الأداء أم لا؟ هل فعلا عندي أنا جالس أحقق أهدافي أم لا؟ أيضا الرقابة أيها الأحبة تساعدنا على كشف الأشياء غير منتظمة، خاصة العيوب والمنتجات والعمليات اللي تتم داخل المنظمة. الرقابة قد تساعدنا أيضا على تحديد الفرص، ما الفرص المتاحة عندنا للتحسين؟ الرقابة قد تساعدنا على اكتشاف المواقف الصعبة اللي ممكن نمر بها. الرقابة ممكن تساعدنا على نقل الصلاحيات خاصة في اللامركزية في السلطة، فتعطينا فرصة أن نفوض الصلاحيات وإحنا متأكدين أن الناس العاملين سيعملون الأداء بالشكل الصحيح. إذن الرقابة أيها الأحبة في مجملها، الرقابة هدفها الأساسي هي عملية التقييم والمتابعة وتصحيح الأداء. فالرقابة دائما تزود المنظمة بالقدرة على عملية التحسين، يعني تخيلوا معايا الرقابة دائما نقول عنها مينيتور، يعني هي عبارة عن شاشة تساعدنا على عملية ملاحقة الأداءات واكتشاف الأداءات. طيب كيف سيكون مستويات الرقابة؟ حتى أيها الأحبة عندنا مستويات مختلفة في الرقابة. عندي مستوى هو مستوى الإدارة الرقابة الاستراتيجية، هذا المستوى يكون عند الإدارة العليا. الإدارة العليا معنية بأن تراقب على الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، أين نحن متجهين؟ هل نحن ما زلنا نسير نحو أهدافنا الاستراتيجية؟ هل نحن فعلا نحقق أهدافنا؟ يا ترى ماذا أنجز في أهدافنا العامة؟ ماذا أنجز في أهداف الغايات؟ وعندنا رقابة تسمى الرقابة التكتيكية تكون موجودة عند الإدارة الوسطى، تتحدث عن المشاريع والبرامج، ماذا أنجز في البرامج والمشاريع، ماذا أنجزنا، وتحدث عن ماذا حققنا في أهدافنا المتوسطة المدى لمدة سنة أو ربع. وعندنا إدارة اسمها الإدارة الرقابة التشغيلية، هذه تكون موجودة في الإدارة الإشرافية، تركز على ما الذي يجب أن نقوم به يوميا، ما العمليات سنقوم بها. إذن الرقابة لها مستويات، مستوياتها تماما ما تمتد من مستويات الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارة الإشرافية وتركز عليها. طيب تعالوا نسأل سؤال، هل الرقابة هذه خطوات؟ هل عندنا خطوات في الرقابة؟ نعم عندنا خطوات سميها خطوات العملية الرقابية، وتعتبر خطوات الرقابة العملية شبه إجماع عليها، يعني شبه إجماع على هذه الخطوات العملية الرقابية. كيف تتم عملية الرقابة؟ عندنا أيها الأحبة نقدر نقول كالتالي، أول مرحلة نحن بحاجة إلى قياس الأداء الفعلي، أن نسوي عملية قياس، نقيس إيش الشيء اللي عندنا الآن موجود، ماذا تحقق عندنا، ثم نقوم بعملية مقارنة، نقارن ما بين الأداء الفعلي مقابل المعيار. إحنا وضعنا معايير لما جينا نكتب الخطة، كنا وضعنا معايير، فنتأكد الآن هل فعلا هذا الأداء متوافق مع المعايير عندنا أم لا. ثم بعد ذلك أيها الأحبة نجري عمليات اسمها عمليات التصحيح، اتخاذ إجراءات إدارية، أما أن نثيب يعني نعطي أجور ونعطي أيضا مكافآت، أو أننا قد نخصم، ما الإجراء المناسب اللي ممكن نتخذه في هذه الحالة. إذا الأساس في عمليات الرقابة أنك تقيس أداء فعلي، راح تقارن أدائك الفعلي مع المعيار الموجود عندك، ثم عملية اتخاذ إجراءات. أرجو أن تلاحظوا أهمية المعيار هنا، إذا لابد من وجود معيار، هذا المعيار يوضح لنا ماذا نريد أن نفعل. طيب معنى ذلك أيها الأحبة تعالوا بنا نشوف كالتالي، قال لك عندي الآن عناصر العملية الرقابية، تقوم عناصر العملية الرقابية على عبارة على حزمة من الإجراءات ستكون موجودة عندنا. واحد أيها الأحبة
قبل ما أبدأ في عناصر العملية الرقابية أبغى بس أشرح مفهوم مهم جدا، وسبق إن شرحته لكن سأشرحه للتوضيح مرة أخرى، وأذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب إيش هو؟ سأذكركم بشيء اسمه أيها الأحبة الصفر. الصفر الصفر هذا الصفر أيها الأحبة خطير. هذا الصفر وضعه واحد اسمه نهايتير، هذا الرجل هندي، وقام بتطويره من؟ قام بتطويره نقول عندنا ها وضعه الهندي نهايته، تمام؟ وقام بتطويره من؟ وقام بتطويره الخوارزمي. ايش التطوير اللي سواه الخوارزمي؟ الخوارزمي قام بعملية تطويره من خلال علم الجبر. الله، الصفر صفر يعني الدرجة دي جدا مهم. نعم، البابليين كأول حضارة كانت موجودة لم يستطيعوا اكتشاف الصفر، فكتبوا أن هناك أحيانا حالة يكون فيها لا رقم. إذا الصفر يا جماعة، أنا أسألكم سؤال، ما معنى الصفر؟ ما معنى كلمة الصفر؟ ها، الصفر ما معنى؟ الصفر هو انعدام الشيء، انتفاء خاصية الوجود، انتفاء خاصية من؟ الوجود، أو كما قال الدكتور عبد الله انعدام الشيء، انعدام الشيء، أو خلنا نقول انعدام ماذا؟ انعدام الشيء. جيد؟ الشيء هذا قد يكون أيها الأحبة نوعين، أما جوهر أو قد يكون ماذا؟ خاصية. أما جوهر أو خاصية، إيش الفرق بين جوهر وخاصية؟ هذا شيء خطير جدا، كلمة جوهر وخاصية، لأن الصفر هذا بيلعب معنا دور الآن خطير جدا أيها الأحبة. قال لك لاحظ معي، عندنا الصفر، عندنا سيكون عندنا صفرين، الصفر سينقسم إلى صفرين. في صفر اسمه صفر حقيقي، لدينا صفر اسمه صفر حقيقي. هذا الصفر حقيقي معناه أيها الأحبة موجود أو غير موجود. هذا الصفر الحقيقي سيكون موجود مع ماذا؟ هذا الصفر الحقيقي سيكون مع الأشياء التي لها جوهر. أي شيء له جوهر له، يعني له جسم. الأشياء التي لها جوهر، الشيء الذي له جوهر، فهذا بالنسبة لنا ماذا سيكون؟ يعني مثلا أعطيك مثال، في عندي حاجة اسمها شيء، وفي عندي حاجة اسمها من؟ خاصية. هذه الآن أيها الأحبة العلبة هذه اللي بيدي لها ماذا؟ جوهر. سأقول إن لها الآن شيء ملموس، أليس كذلك؟ سأقول موجودة أو غير موجودة، أليس كذلك؟ إذن هذا الصفر نسميه صفر حقيقي. عادة هذا الصفر الحقيقي نقول عنه صفر ماله؟ صفر مطلق، نسميه صفر مطلق. هذا نقول عنه صفر، صفر مطلق. ما معنى صفر مطلق؟ يعني صفر أو واحد، ما فيش إلا احتمالين، احتمال إنه أما صفر أو ماذا؟ موجود أو غير موجود، صح ولا يا جماعة؟ صحيح. وبالتالي هنا دائما ماذا نقول عنه؟ نقول عنه هنا الآن، نقول عنه هذا الصفر أيها الأحبة، نقول عنه صفر ماله؟ هذا نقول عنه معيار نسبي. كيف نسبي؟ يعني أما نسبة الصفر يا أما نسبته كم؟ واحد، سميه كذا. يعني دكتور عفوا، يعني ممكن نقول اليوم ولا درجة الحرارة صفر؟ لا، هذا ما هو ذا، ليس هذا الصفر الحقيقي. هذا الصفر آخر. شوف الآن معايا، الصفر الحقيقي هو مع الأشياء التي أنت تستطيع أن تقيسها بمسطرة، تستطيع أن تزنها بمن؟ بميزان. درجة الحرارة أنت ما تقيسها جرس مسطرة، أنت تقيسها بعملية تعويض، تعوض بالزئبق تعوض شيء آخر، أليس كذلك؟ تمدد الزئبق تعوض. صحيح. إذا لاحظ معي، إذا عندي صفر اسمه الصفر الحقيقي، هذا يستخدم مع إيش يا جماعة؟ مثال أقول كالتالي، ها، لا توجد كراسي في القاعة، يعني معناها إذا في كراسي معناه واحد، إذا ما فيش كراسي معناه صفر. اتفقنا كذا؟ طيب لما أجي أبغى أقيس مثلا أداء موظف، سأقيس أداء موظف، نفذ الهدف ما نفذش الهدف، صفر حقيقي. عندنا الآن نوع آخر، صفر اسمه الصفر، سميه كذا صفر الاعتباري، أو نقول عنه كذا الاعتباطي. هذا الصفر أيها الأحبة هو اللي جالس يصنع لنا كلمة اسمها كلمة المعيار. هذا الصفر سيصنع لنا كلمة اسمها كلمة من؟ المعيار. ما هذا الصفر؟ هذا الصفر أيها الأحبة يؤخذ مع الأشياء التي ليس لها جوهر، ليس لها جسم، أي شيء مفهوم يؤخذ، يكتب مع من؟ هذا يوضع مع المفاهيم أو ما يقاس بالعلاقة التعويضية. العلاقة التعويضية زي الجودة، علاقة التعويضية زي الجودة وغيرها، نقيسها من خلال من؟ علاقة ما بين أمرين. إذن لا يقاس بشيء مباشر،
ما قصش الانحدار بالطول، لا مثلا اقيس السرعه، سرعه السياره اقيسها الان بصفر اعتباري، صفر ارتباطي. هذا الصفر ايها الاحبه ماذا نسميه؟ نقول عنه معيار، نسميه صفر معياري، نقول عنه صفر معياري. مثال على ذلك، نجح عندنا الطالب الان، طالب عندنا يا جماعه، هذا الطالب ايها الاحبه سينجح. طالب عندنا الان في المفروض داخل الاختبار، لكن الطالب جاب 69 بينما درجه النجاح 70. ينجح ولا ما ينجحش يا جماعه؟ جاب 69 درجه نجاحه 70. صححنا له جاب 69 درجه، ينجح ولا لا؟ لا لا دكتور، انت تقدر تقول عنه تعلم ولا ما تعلمش؟ ما نقدر نقيس التعلم. وانت تقول تعلم بنسبة 69% تعلم صح؟ نعم صحيح، لكنه لم يصل للنسبة اللي انت تبغاها حتى يجتاز. اذا هذا صفر اعتباري. يا سلام، اذا هذا الصفر الاعتباري هو عبارة عن ماذا؟ هو حتى اوضح لك، هذا الان مقياس النجاح. احنا جينا في المدرسة واتفقنا على هذا الخط، قلنا يا جماعة هذا الخط ما نبغى احد يتجاوزه، هذا خط بالنسبة لنا صفر ماله اعتباري. درجة كم؟ درجة الان 75 لازم يجيب 70% عشان ينجح. اذا ما جاب 70% ما راح نقبله. حلو؟ طيب تعلم، استفاد نعم، لكنه لم يجتاز صفر كم؟ الصفر الاعتباري. طيب هذا الصفر الاعتباري ماذا يحتاج ايها الاحبه؟ هذا الصفر الاعتباري يحتاج مننا الى جلسه مشاركه، صح ولا لا؟ هذا يحتاج عندنا الى جلسه مشاركه واتفاق. اتفق على هذا المعيار، صح ولا لا؟ واتفاق على المعيار عشان نقول والله هذا المعيار اللي احنا معتمدينه، واعتماد المعيار. طيب هل في معايير دوليه موجوده صارت الان كانها عباره عن اصفار اعتباريه؟ ممكن يا دكتور، اصفار معياريه؟ نعم، درجه الحراره اللي تكلم عنها الدكتور قبل شويه، درجه الحراره تعتبر صفر ماله؟ صفر معياري. لما نقول درجه الحراره في الغرفه صفر، هل هذا معناه انتفاء البروده في الغرفه؟ ولا في برودة؟ في برودة، لكن أنت الآن وضعت معيار، أن هذا معيارك. والله ابني لما يصل نسبة 37 هذا معناه أنه ماله صخة. إذا أنا عندي الآن معيار، هذا معيار، هذا المعيار أيها الأحبة المفروض لما نجي نصنع الأهداف لازم نتفق عليه. هذا المعيار يجب أن يتم الاتفاق، هذا المعيار قد يكون عندنا معيار متفق عليه، قد يكون من داخل المنظمة وقد يكون من خارج المنظمة. يعني ممكن يكون معيار دولي، ممكن يكون معيار ماله داخلي، بس لابد ان يكون متفق عليه. اذا هذا المعيار عندنا قد يكون داخلي داخل المنظمه، وقد يكون هذا المعيار ماله خارجي من خارج المنظمه. خلاص؟ اذا هذا معنى كلمه الان الصفر. اذا اسالكم سؤال، ماذا استفدنا من الصفر؟ شفتوا الصفر كيف انه حلو؟ والله الصفر هذا يا دكتور من اجمل المعلومات اللي أنا اليوم كتبت فيه، يعني إضافة جميلة جدا يعني. وأنا أحضر اليوم سبحان الله، كنت اليوم في الـ QR حقيقة، معلومة تكتب بماء الذهب حقيقة، معلومة الصفر. يا سلام، تذكروا كم في حياتنا من أصفار، علاقاتنا مع أزواجنا، علاقاتنا مع الآخرين. تفضل. له ارتباط بالـ UKR؟ أكيد ارتباط قوي، أكيد جدا. لذلك شرحنا احنا في الـ UKR. دكتور حربي، اول مساك الله بالخير حبيبي، لازم تراجع، ارجع على الحلقه الرابعه ستجد العجب العجاب. طيب على هذا الاساس ايها الاحبه، شوفوا عمليه الرقابه كيف راح تتم. لما نجي اول شيء وضعنا اهداف، هذه الاهداف اهداف تفصيليه، اهداف اجرائيه، وضعنا اهداف. المفروض فكروا معايا، كل هدف عشان يصير الهدف هذا مقاس لازم الهدف أيها الأحبة يكون فيه أربع أشياء. تذكروا، عشان الهدف يكون مقاس لازم الهدف يكون فيه كم شيء؟ أربع أشياء عشان يكون الهدف مقاس، لابد الهدف يكون له أربع أشياء عشان نقيسه. واحد، عبارة صياغية، عبارة صياغية. أول شيء هدف لازم يكون فيه عبارة صياغية. إيش يعني عبارة صياغية؟ مثلا أن أحفظ القرآن الكريم. عندنا أيضا مستهدف، مستهدف. ايش يعني مستهدف؟ ما الذي، كم تريد ان تحفظ من القران الكريم؟ عندنا ايضا ايها الاحبه لابد ان يكون في هذا الهدف ايها الاحبه معايير، معايير. وايضا لابد ان يكون عندنا في هذا الهدف ماذا؟ لابد ان يكون عندنا في هذا الهدف، عندنا الان عندنا خط اساس. كم كنا قبل ان نبدا من اول
إذا أربع أشياء مفروض أنها مكتوبة في الأهداف، هذه إحنا أخذناها في الأهداف لما تكلمنا عن الأهداف ولما تكلمنا عن الأوكي آر. طيب بعد أن سقنا الأهداف تأكد. اسمح لي دكتور. ارجعنا إذا راحت. طيب المعايير نروح لها بنشرحها بشوي. لا بس أنا أتكلم عن المعايير، هل هي نوعية وكمية كلا ثنتين ولا ذي؟ أي شيء اسمه أي وصفي صعب جدا تقيسه، لذلك لازم نحوله إلى كم. شكرا دكتور. جيد. الوصفي هذا صعب جدا تقيسه، وبالتالي احنا في الرقابه سيكون عندنا عدم تفسير، وهذا بيصير اخذه بعد شويه. اذا انا كل هدف لابد ان اربطه بالمعيار، هذا المعيار ايها الاحبه سيوضح لي اقيس الاداء الحالي، ساقيس يا ترى هل الان ادائي الان فعلا متوافق مع الهدف التفصيلي ام لا، وبالتالي سيظهر عندي احتمالات. اذا كان فعلا مقارنه قياس الاداء الحالي مع الاداء الحالي بالمعيار، مقارنه الاداء الحالي بالمعيار، فبالتالي هل الآن عندي منطبق؟ إذا كان نعم وصلنا للمعيار، أنا حققت المعيار، الصفر الاعتباري اللي حطيته تحقق، خلاص يحتاج شيء في هذه الحالة فقط، لا تعمل شيء هذه الحالة فقط، أنت أكتب تقرير أنه كل شيء الحمد لله تمام، وارجع قيس، تأكد دائما من قياس الأداء. إذا كان وجدت أني أنا جالس أحقق المعيار، على طول مباشرة لا تعمل شيء، قم بعملية قياس الأداء الحالي فقط. طيب لا وجدت أني أنا ما أحقق المعيار، هناك اختلاف، سؤال، هل هذا الاختلافات مقبولة؟ يعني الإدارة نفسهم، ولذلك أتذكر أرجوكم علم الرقابة يشتغل مع الإدارة بالأهداف، هو ابن الإدارة بالأهداف، وسبق أن تكلمنا عن الإدارة بالأهداف في الأوكي آر. إذا لاحظوا هل الاختلافات مقبولة؟ إذا كانت نعم مقبولة، هم هذا الهامش ما زالوا حتى الآن راضين به، إذا لا تعمل شيء، خلاص اكتب تقريرا مرة ثانية. طيب متى يقبلونه؟ متى يكونون قابلينه؟ لما يكونوا حطوا مقياس، هذا المقياس هو مقياس نسبة أو مقياس معدل. طيب سؤال آخر، ممكن توضيح أكثر يا دكتور؟ ممكن توضيح أكثر عملية القياس اللي طلبه، هل ممكن تكون مشكلة أو غير مشكلة؟ نعم نعم نعم، سيأخذها بعد قليل إن شاء الله، لكن إحنا شرحناه في الأوكي آر، لكن سأشرحه مرة ثانية. أعتذر دكتور على الزيادة. لا أبدا أبدا، لأنه بس سأوضحها بعد قليل، لأن سأوضحها بالتفصيل. طيب هل اختلاف مقبول؟ هل اختلاف مقبول؟ بس أخ حربي بالله اكتب لي هذا السؤال عندك عشان تذكرني، بقول لك ذكرني لحظة لحظة، أقول لك ذكرني بسؤالك. جيد؟ إذا لاحظوا معي الآن، هل الاختلاف كان مقبول؟ هل المعيار مقبول؟ إذا كان المعيار نعم مقبول، حدد سبب ليش اختلفوا، ثم بعد ذلك تكمل. إذا كان الاختلاف لا مش مقبول، نقح المعيار، ارجع اكتب معيار من جديد، وصحح الأداء، وقم بعملية تصحيح الأداء. هذه اللوحة هي باختصار عملية الرقابة، يعني عملية الرقابة دائما موجودة على اللوحة دي، شبه إجماع على هذه اللوحة. جيد؟ والآن سنفصل فيها، سنأخذ كل جزء منها وسنقوم بعملية دراسته، لكن قبل ما أنتقل منها سؤالكم، ماذا تعلمتم من هذه اللوحة؟ من اللوحة هذه تحديدا؟ الأداء، أداء عملية الرقابة، أداء عملية رقابة، يا سلام. طيب أرجو أن تلاحظوا الشيء التالي، هل لاحظتم كم في اجتماع؟ كم مرة رجع الاجتماع؟ هل المعيار مقبول؟ هل المعيار مقبول؟ لاحظتم؟ صحيح. إذن لابد من وجود معيار، إذن أي هدف أصلاً صيغ في البداية ملوش معايير ما راح نقدر نتعامل معه. على هذا الأساس أيها الأحبة لاحظوا معنا الآن، عندنا في عملية الرقابة، عملية الرقابة مكونة من أربع خطوات، لو أخذنا ذلك النموذج فوجدنا أن عملية الرقابة مكونة من أربع أشياء. واحد، وضع معايير رقابية، أتأكد أن عندي معايير للرقابة صحيحة، أن أضع فعلا معايير رقابية، وبالتالي بناء مقاييس، أن أبني مقاييس للأداء. رقم اثنين، قياس الأداء، أن أستطيع قياس الأداء. رقم ثلاثة، مقارنة الأداء بالمعايير، أي عملية تقييم. رقم أربعة، تصحيح الانحرافات، أي عملية تقويم واتخاذ إجراءات الفعل. إذا أنا لما أبغى أسوي عملية رقابة، أنا أسوي أربع أشياء. هذه اللوحة هي زبدة الدورة حقنا، إن دائما عملية الرقابة، عملية سد الفجوات، مكونة من أربع مكونات. وضع معايير رقابية، معناها التأكد أن وضعت معايير والاتفاق عليها بشكل صحيح. القياس، أنك جالس تقيس الأداء الفعلي اللي تم التخطيط له. التقييم، أنا مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط له، أن تقارن أدائك وفق خريطة أنت وضعتها. التصحيح الانحرافات، البرنامج العلاجي الموجود لديك. أسألكم سؤال، ماذا استفدنا من هذه اللوحة؟ دكتور تفضل. أن البحث عن المشكلة أو الفجوة في الأداء لابد من خلال التحليل وجمع البيانات، ولا نكتفي بالأعراض السطحية، وإنما لازم
نبحث عن جذور هذه المشكلة أو الفجوة، وهنا نقول لا نتسرع في إبداء الأسباب دون أن يكون جمع معلومات كافية من خلال الأرقام وقياس الأداء. يا سلام عليك، يا سلام عليك دكتور حربي، قبل على راسك. تفضل أيضا شاركونا، ماذا استفدنا؟ إذا على هذا الأساس أيها الأحبة يأتي السؤال، كيف تضع الآن المعايير الرقابية؟ كيف تحط معايير الرقابة؟ هذا السؤال اللي كان يسأل عنه الأخ حربي، كيف أضع معايير؟ أول شيء عشان أتكلم عن معايير، هذه المعايير أيها الأحبة هي مجموعة من مقاييس راح تقيس الأداء، وأنت لابد أن تعرف كيف نستطيع أن نقيس الأداء بكفاءة وفاعلية. لماذا؟ لأنه أي أداء بدون عملية قياس فعالة، فبالتالي هذا الأداء أيها الأحبة نحن غير قادرين على عملية تنبؤه، وبالتالي عملية وضع المعايير الرقابية هي عملية تتحدث عن أنه لابد أنه تساعدنا في عملية فهم وإدراك ما الذي سنقوم به، البحث والتحري عن الفجوات، تخفيف الحدة في أحيانا في عملية من التباين ما بين الموظفين، بعض الموظفين يشعر أنه هو ما شاورناه ما قلنا له، وبالتالي هذا الموظف قد يصير عندنا الآن اعتراضات، قد يصير عندنا هدر. إذا نحن نريد أن نضع معايير، المعايير الرقابية، عشان الموظف من البداية يشعر أنه هو شريك معنا ويشعر أنه عارف لماذا نقوم بعملية الرقابة عليه. أي نوع من الرقابة دون الاتفاق مع الموظف معناه نحن سنخسر من؟ سنخسر شريكنا الأساسي وهو الموظف القائم بعملية الأداء. طيب كيف سنضع المعايير؟ حتى ما فيش عندنا نقاط استراتيجية في الأداء، لكن في أشياء يجب أن نركز عليها. مثال، يجب أن نسأل أنفسنا السؤال، ما هي أفضل النقاط اللي تعكس أهداف إدارتي؟ لما أكتب الأهداف عندي، ما هي أهم الشيء لازم أركز عليه في أهدافي؟ أيضا يجب أن أسأل نفسي السؤال، ما هي أفضل معايير توضح لي متى يتم تحقيق أهدافي؟ أيضا ما هي المعايير لتقيس أي انحراف؟ الفجوات اللي عندي هذه، ما هي المعايير ممكن تقيسها؟ أيضا سؤال جدا مهم، ما هي المعايير الأقل تكلفة؟ لازم أختار معايير تكلفتها قليلة حتى أستطيع أراقب بتكلفة أقل. كذلك أيضا يا ترى أي المعايير تكون معلوماتها متاحة متوفرة بطريقة اقتصادية؟ إذا أنا مفترض الآن وأنا أضع استراتيجيتي أسأل دائما أبغى معايير، هذه المعايير فعالة، هذه المعايير تساعدني فعلا إني أعرف ما الذي أريد أن أقوم بعملية قياس. تفضل دكتور حربي. لا دكتور، ما هي المعايير الأقل تكلفة؟ هل هذه رجعنا إلى شروط مؤشرات الأداء؟ بلا شك، لكن نرجع للOKR، إن لابد أيها الأحبة لما نضع الآن مؤشر أو نضع الآن معيار لازم يكون يطبق عليه معيار كريم. معيار كريم لو تذكرونه كان فيه، وسنأخذ إحنا بعد أيام المؤشرات، كان فيه إنه لابد أن يكون ملائما وأن يكون اقتصاديا. ما راح أحط مؤشر مكلف علي، بعض المؤشرات مكلفة جدا، ممكن استخدم التقنيه عشان اعرف انه فعلا كيف اراقب، ما احط شيء تكلفه الرقابه اكبر من تكلفه التنفيذ. تسلم يا غالي. جيد، اذا لاحظوا معي الان سؤال، ما الذي سنراقب عليه؟ قال لك عشان نسوي عمليه مع انواع المعايير الرقابيه عندنا الان، سنروح لكلام الاخ حربي لما كان يتكلم عن شيء وصفي وشيء كمي. الان المعايير الرقابيه عندنا تنقسم الى نوعين، ممكن نقول عندي معايير ماديه طبيعيه. هذه المعايير المادية الطبيعية عادة يمكن عدها، وبالتالي تعكس الأداء الكمي، تعكس كيف أستطيع أن هذه الأشياء تكون قابلة لعملية العد. مخرجاتها عادة أشياء قابلة للعد، فعندي نوع من أنواع المعايير تتعامل مع أشياء أساسا طبيعتها أنها أشياء مادية ملموسة، وهذه المعايير من ضمنها عندي معايير تكلفة، معايير رأس المال، معايير الإيرادات، وعندي نوع آخر معايير تتعامل مع أشياء غير ملموسة مثل الولاء والانتماء وقياس حجم العلاقة وقياس علم النفس. طيب السؤال يا جماعة، ما دام احنا قلنا قبل شوية أي شيء غير ملموس ما نقدر نتحكم فيه بسهولة، علم الإدارة يقوم على مبدأ إنه قاعدة في علم الإدارة تقول كل ما ليس له معيار لا يمكن التحكم في إدارته وضبط جودته والقدرة على إدارته. طيب خلاص عرفنا المعايير المادية، المعايير الملموسة، الأشياء الملموسة نضع لها أرقام. طيب الأشياء غير مادية كيف بنسوي لها يا جماعة؟ أنا أسألكم إيش ممكن نسوي لها؟ قياس عن طريق الاستبانات يا دكتور. ممكن نشوف استبانة، ممكن نشوف إيش الطريقة المناسبة لنا، بنشوف إحنا بعد شوية. إذا الآن عندنا نوعين من الأشياء سنقيسها، سنقيس أشياء قابلة أصلا للعد، هي بطبيعتها قابلة للعد، كم عندي الآن جوال، كم عندي الآن يعني هذه إيش يسمونها، كم عندي هذه والله علبة، كم عندي علبة قزق ضرورة، جيد، كم عندي؟ هذا أشياء قابل للعد. كم عندي معاملة؟
كم عندي موظف، أشياء قابل العد، وفي أشياء لا نحتاج نجري لها عمليات تعديل. إذا على هذا الأساس أيها الأحبة راح نروح الآن نتعرف كيف نبني المعايير، كيف نسوي القياسات، كيف نسوي القياس. هذا شيء مهم جدا وخطير. ليش؟ عشان لازم نعرف كيف نسوي القياس، لأن بدون القياس سيكون عندنا مشكلة. إحنا الآن عندي أشياء معدودة ملموسة سهلة أقدر أعدها، وفي عندي أشياء لا، أشياء عبارة عن شيء وصفي، وكثير من أعمالنا أصلا وصفي. يقول طيب هذا الكلام كان يا أخي مفروض أيام التخطيط. أيوه هذا مفروض معلومة يعرفها في التخطيط، أنا هنا بس جالس أدقق هل هو فعلا كتب بطريقة صحيحة أم لا. فعندي الآن سنأخذ مقدمة عن مبادئ القياسات. في القياس أيها الأحبة القاعدة الذهبية عندنا في القياس وفي الرقابة إيش تقول؟ كل ما ليس له مقياس أي معيار لا يمكن التحقق من تحققه ولا التحكم في إدارته ولا ضبط جودته ولا القدرة على تحسينه ولا تطويره. إذن لابد أتأكد أن كل هدف كان موجود لابد أن يكون له معيار. طيب هذا المقياس معناه أيها الأحبة القياس ينمي حس الدقة، حس الدقة. القياس بيساعدني أني ماذا أفعل؟ أني أراقب. ولذلك اللورد كالفين هذا أبو علم الفيزياء ماذا يقول؟ عندما يمكنك قياس ما تتحدث عنه والتعبير عنه بالأرقام أنت تعرف شيئا عنه، وعندما لا تستطيع التعبير عنه بالأرقام تكون معرفتك من النوع الهزيل وغير المرضي. ولذلك علماء الجودة، انتبه علماء الجودة كلهم ترى علماء ماذا؟ إحصاء. يعني مين تحدث معنا؟ إدوارد ديمينغ عالم إحصاء. جيد. مين؟ جوران عالم إحصاء. مين؟ مسكايماي عالم إحصاء. لماذا؟ لأن هم مهتمين جدا بتحول الكم إلى رقمي، لأن الجودة هي المطابقة. طيب على هذا الأساس تعالوا نشوف كالتالي. لو قلت لكم الآن أنا أبغى أقيس حجم هذا الحجر، هذا الحجر الآن أبغى أقيسه، أقيس حجمه، بس أنا ما أعرف أقيس حجمه، أقيسه تقديريا كذا بالنظر، لا، لابد من وجود أداة، فجبت ميزان حتى أقيس. طيب لما وضعت الحجر لابد أن يكون عندي آلية تعويض أعوض، لابد أحط شيء في الجهة الثانية حتى أعوض عشان أقوم بعملية التعويض. القياس قائم على عملية التعويض، أن أضع شيئا ما في الجهة الأخرى. أنا شرحت هذا في OKR لما شرحناه في الأسبوع الأول، لكني أنا فقط أريد أن أوضح الآن أهمية بناء المقاييس. إذا لاحظوا عندي لازم لما أجي أحط مقاييس لازم أحط أداء فعلي، أضع له أهداف أداء، أضع له مؤشرات أداء، أضع له فترة أداء، أضع له أيضا توجيه أداء، أضع له تقييم أداء، أضع له تعزيز للنتائج. ليش؟ عشان أستطيع أتحكم في الأداء. أي هدف ملوش معيار ما هو إلا عبارة عن نية طيبة. وبالتالي إذا كان عندك مشكلة في القياس فالمشكلة عندك في المعايير اللي وضعت من البداية لم تكن متكاملة. إذا أنا المفروض الآن سأبني كل هذه المنظومة حتى أستطيع أن أقيس الأداء. طيب كيف تبنيها؟ كالتالي، دائما نظام الأداء هو أن تضع خطة للأداء، ثم بعد ذلك أن تقوم بتوجيه الأداء، ثم تضع تقييم الأداء، ثم تعزيز النتائج. لاحظوا أرجوكم عملية الآن، انتبه معايا، يعني خطة الأداء يجب أن تنطبق مع تقييم الأداء. خطة الأداء اللي وضعناها لما وضعنا الخطة، وضعنا أهداف، وضعنا مؤشرات. توجيه الأداء يجب أن تنطبق مع تعزيز الأداء، لأن في التوجيه إنهم تشتغلون مقابل سنعطيكم محفزات، والتعزيز نعطيهم هذه المحفزات. تقييم الأداء أن ما وضعناها من خطة نحن الآن نطبق عليه. إذا المفترض أن عندي عناصر أربعة لقياس الأداء. طيب هذه العناصر الأربعة تحتاج مني أن أفهمها بشكل كبير جدا حتى أستطيع أن أقوم بعملية توجيه الأداء. إذا أنا أحتاج إلى فترة أداء فعالة، إذا معناه أنا سأخطط الأداء، سأعطي فترة لعملية تقييم الأداء، ثم سأقوم بتقييم الأداء التقييم النهائي. فأنا فترة الأداء سأقيم أثناء، وبالتالي عندي الآن سيحصل عندي عملية اسمها عملية الرقابة. لاحظوا أرجوكم أيها الأحبة الفرق بين التقييم والتقويم. عندي الآن عملية، هذه الآن عندنا اسمها عملية الرقابة. شوفوا الرقابة كيف على هذه كلها. في رقابة اسمها رقابة قبلية. إيش هي رقابة قبلية؟ على من؟ على الخطط. هل أنا فعلا لما كتبت المعايير كتبتها صح؟ هذه اسمها الرقابة القبلية. هل أنا فعلا لما حطيت المقاييس حطيتها صح أم لا؟ وفي عندي رقابة اسمها رقابة تكوينية. أنا الآن وأنا شغال في الهدف فأقوم بعملية الرقابة التكوينية، هل أنا ماشي صح؟ الرقابة التكوينية. وفي عندي رقابة اسمها الرقابة البعدية الختامية، هل فعلا الأهداف اللي وضعناها فعلا جالسة تتحقق؟ فعندي الرقابة اسمها الرقابة الختامية. هذه الآن في الأخير أشوف عملية المطابقة. أنا لازم أتأكد الآن إنه ما كتبته فعلا جالسة تتحقق، وبالتالي عندي الآن لابد أن أقوم بعملية التحقق من عمليات الرقابة. طيب عشان تتأكد من عملية الرقابة وعناصر الرقابة ماذا تفعل؟
قال لك عندي الآن عناصر يجب أن تكون موجودة عندي، إمكانية تقييم الأداء الفعلي، هذه أسباب تخليني أقيس الأداء، لابد من عملية مقارنة ما بين المستهدف وأتأكد منه، تمكن من مقارنة الأداء الخارجي، دائما تحديات الواضح المسؤول توضح لنا بعملية تقييم، مجرد قياس الأداء ونظم مؤشرات لا يؤدي النتيجة، لابد من عملية قياس. كل هذه الأسباب العشرة تدعوني أني لابد أن أقوم بعملية قياس الأداء. طيب كيف أسوي قياس أداء؟ عشان أسوي قياس أداء لابد أن أتعرف على علم المترولوجيا. يعني إيش؟ أتعرف على كيفية صناعة القياس. الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين وسورة هود وسورة الإسراء يتحدث الله سبحانه وتعالى عن أهمية القياس وأهمية الكيل، ويل للمطففين وقصة مدين وأيضا أوفوا بالكيل، كلها توضح أهمية القياس، أن ما نعده يجب أن نوفيه. طيب كيف نسوي مقاييس؟ عشان نسوي مقاييس أيها الأحبة، ظهر علم اسمه علم المترولوجيا، هو علم خاص بعمليات القياس، كيف تجري عمليات القياس. هذه القياس يتحدث فيه عن مستويات تسمى مستويات القياس. هذه المستويات أربعة عندنا في العلوم الإنسانية، أربعة أنواع من المقاييس. يعني كما عندهم مساطير، مسطرة في علم الرياضيات، في علم الفيزياء عندهم مسطرة، إحنا عندنا أيضا مساطر في علم العلوم الإنسانية، لدينا مسطرة. هذه المسطرة تساعدنا على نقل الوصف إلى كمي، تساعدنا على نقل الشيء اللي غير محدد إلى شيء محدد، حتى نستطيع أن نقوم بعملية الرقابة والقياس. طيب على هذا الأساس تعالوا نشوف هذه المقاييس. تعريف القياس هو تعيين أعداد تمثل خصائص السمات الإنسانية وعملية قياسها وتحويلها لشيء قابل للقياس. بطلنا في هذا الموضوع ورائدنا في هذا الموضوع هو ستانلي ستيمفيز. هذا الرجل قام بعملية جهود كبيرة جدا من أجل بناء مقاييس تساعدنا في مجال النفسي والمجال الإداري والمجال الاجتماعي ومجال العلوم الإنسانية من أجل عملية القياس للأمور التي فيها أمور وصفية. ما هي المقاييس اللي وضعها ستانلي؟ وضع المقاييس التالية أيها الأحبة. أول شيء هو يتحدث عن عمليات، أنه لابد من وجود معايير تساعدنا في عملية القياس وعملية الرقابة. هذه المعايير وهذه المقاييس راح تساعدنا في تحويل الوصف إلى كمي، وبالتالي تساعدنا الآن لعملية القياس وعملية الرقابة وعملية استحضار ماذا سنقوم بعملية الرقابة عليه. في هذا الأمر أيها الأحبة حدد هو المتغيرات الموجودة عندنا إلى نوعين. هناك متغيرات نسميها متغيرات وصفية، هذه المتغيرات متغيرات عبارة عن كلمات، مثل أقول أنا عندي الآن طلاب يدرسون في مدرسة ثانوية وبقيس مستوى نجاحهم، عندي معلومات وصفية أن المدرسة ثانوية أو متوسطة أو ابتدائي، صف أول أو صف جيم، عندي الآن بنين أو بنات، هذه كلها عبارة عن معلومات وصفية فئوية، وعندي معلومات لا، معلومات متغيرات كمية، هذه المتغيرات كمية معناها أرقام، كم درجات الطلاب، كم عدد الطلاب. هذه المعلومات الكمية أيها الأحبة راح تنقسم عندي إلى نوعين، كميات كمية منفصلة. ما معنى منفصلة؟ بمعنى لا تقبل القسم، منفصلة. مثل عدد الطلاب، ينفع أقول عدد الطلاب 15 طالب ونص؟ ما ينفعش، كميات منفصلة. وعندي كميات اسمها كميات متصلة، مثل درجات الطلاب، طالب جايب 85 ونص، إذن هذه متصلة، كمية متصلة، ما زال عدد فيه إمكانية استمرارية. إذن المتغيرات اللي سنقوم بعملية البحث عنها وعملية قياسها وعملية الرقابة عليها هي نوعين من المتغيرات. أما متغيرات وصفية نوعية فئوية عبارة عن معلومات، أو متغيرات كمية رقمية عددية. طيب تعالوا لو قلت لكم كالتالي، لو قلنا الآن يا جماعة نحن كتبنا هدف، قلنا عندنا هدف رفع مستوى المبيعات للدجاج المشوي في مطعم العامري بنسبة 20%. يلا يا جماعة هذا كان هدف موجود خلال الربع الأول من عام 2023 ميلادية، هذا كان هدف موجود. طيب هذا الهدف يا جماعة لما عرضوه عليك تقدر تطلع منه الآن إيش بيانات؟ هذا هدف إيش تقدر تطلع منه بيانات؟ ساعدوني. النسبة اللي هو 20% والربع الأول دكتور. عندي الآن يلا طلعوا لي بيانات وصفية. وصفية. وصفية رفع مستوى المبيعات.
مبيعات وصفية. مطعم مطعم وصفي. العامري وصفي. عندي مشوي الدجاج دجاج وصفي. مشويات مشوي وصفي. طيب العام العام الهجري عام 2022 وصفي وصفي لأنه يصف عام ما إذا بس مجرد عام. طيب إيش الشيء الكمي اللي عندي هنا موجود اللي هو 20% دكتور الكم 20% هذه عندي الآن موجود. طيب 20% هذه متصل ولا منفصل بيانات متصل ولا منفصلة؟ المتصل معناه يقبل القسمة يعني ممكن يجي فيه كسر. إذا متصل دكتور متصل. إذا عندي الآن بيانات بيانات متصلة متصلة 20% خلاص. هذا الآن أنا جبت كل المعلومات دي من فين؟ من الهدف. إذا يقول لك أول ما تشوف قدامك الهدف عشان تسوي عليه رقابة قم بتحليل الهدف. فكرة الهدف مساق صح مش هذا كان في التخطيط هم هناك يتحملوا مسؤوليته. الآن أقوم بعملية من؟ عملية تحليله أحلل الهدف. طب لما أحلل الهدف الآن سأختار مجموعة عندي الآن بناء على كذا الآن سأختار مجموعة من المقاييس. ستانلي قام بعملية وضع مقاييس لنا تساعدنا في عملية القياس. إيش المقاييس؟ أول مقياس اسمه المقياس الاسمي. مقياس يسمى المقياس الاسمي. هذا المقياس الاسمي سأستخدمه مع الأشياء الوصفية. يعني لو جينا الآن مرة أخرى مطعم عندنا الآن لو قلنا مرة ثانية رفع ذكرا رفع مستوى أبغاكم تساعدوني يا جماعة رفع رفع مبيعات رفع نسبة رفع نسبة مبيعات الدجاج الدجاج المشوي في مطعم العامري بنسبة 20% في الربع الأول من عام الأول من عام 2023 ميلادية. طيب يلا جماعة الآن عندنا أول معيار اسمه المعيار النسبي معيار الاسمي. إيش الأشياء الاسمية يا جماعة هنا اللي ممكن تطلعها من هذا الهدف؟ أشياء اسمية أسماء أسماء اسمية أسماء. ها يلا جماعة دجاج مشوي تمام مبيعات مبيعات دجاج مشوي مبيعات أيضا ها العامري. عندك مطعم العامري العامري ها الربع الأول الربع الأول هذه كلها اسمي 2023 هذا كلها اسمي جيد. هذا كله مقياس من مقياس الاسمي. إذا أول شيء سأستخدمه سأستخدم المقياس الاسمي من أجل عملية تحليل الهدف. طيب المقياس الترتيبي مقياس الترتيبي أين موجود في هذا الهدف؟ ترتيب لاحظ الهدف ده فيه ترتيب. إيش قال؟ رفع 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 أني سأرفع أنا الآن سأرفع ترتيب. إذا كم أنا لما كنت أول كم بأرتفع؟ هذا المقياس الترتيب كم يبغى أنا أرتفع؟ طيب المقياس الفتري رفع بنسبة كم؟ رفع بنسبة 20% هذا المقياس الترتيبي. طيب المقياس الفتري فترة الربع الأول في الربع الأول جيد الربع الأول تم هذا أنا أقول متى أبغى أسويه في الربع الأول لازم يتم هذا الموضوع. المقياس النسبي لا هذا صفر مطلق أنا ما عندي شيء صفر مطلق ما فيش عندي صفر مطلق. صفر مطلق معناه إنه في شيء حصل أو ما حصلش. أنا عندي شيء ما زال بالنسبة وبالتالي هو مقياس فتري. إذا أنا عندي الآن أي شيء سيأتيني سأقسمه حسب هذه المسميات الثلاثة. مقياس اسمي هذا المقياس اسمي يتعامل مع أني أصنف حسب الأسماء. مقياس رتبي أرتب الأمور ترتيبا حسب درجاتها ممتاز جدا كيف أنا كم كنت. مقياس فتري سأركز على الأشياء اللي فيها نسبة والمقياس نسبي من خلال عملية نسبة. على هذا الأساس أيها الأحبة أنا المفترض سأقوم الآن بعملية ترتيب. هذه المقاييس موجودة عندنا أيها الأحبة الموجودة الآن نقيس بها الأداء. إذا سنقيس الأداء من خلال مقياس اسمي مقياس ترتيبي مقياس فترات مقياس نسبي. هذه المقاييس من خلالها أستطيع الآن أن أحول الوصفي إلى كمي. أستطيع أتعامل مع الأشياء الوصفية أستطيع أتعامل معها وبالتالي هذه المقاييس عندي الآن ستعطيني القدرة أن أقوم بالتحليل أحلل أحلل. طيب تعالوا نشوف هذه المقاييس ممكن تعطيني. مقياس الاسمي يحدد لي الهوية خاصية تفرد بذاتية معينة ما هو الشيء اللي تريد أن تقيسه يساعدنا في التصنيف. المقياس الترتيبي تحديد الترتيب خاصية الترتيب ما هو الشيء اللي تريد أن تقيسه يساعدنا في الترتيب. المقياس الفتري تحديد الفواصل المتساوية صفر اعتباري هذا فيه خاصية إضافية كم مقدار الشيء اللي تريد أن تقيسه يساعدنا في المقدار. المقياس النسبي
تحديد القيمة الدنيا للصفر المطلق، خاصية الصفر المطلق، كم نسبة تناسب هذا الشيء؟ النسبة والتناسب، كم عندي؟ صفر أو واحد، كم نسبته؟ إذا هذا اسم مقياس من؟ النسبي. إذا أنا عندي أربع مقاييس سأقوم بعملية استخدامها. هذه المقاييس أيها الأحبة هامة جدا في عملية تحويل الوصف إلى كمي، أستطيع من خلال أن أحول الوصف إلى كمي. طيب على هذا الأساس أيها الأحبة هذه المقاييس تساعدنا في عمليات التحليل، تساعدنا في البحث العلمي، تساعدنا في عمليات دراسة البحوث اللي نجريها، تساعدنا في عمليات الرقابة على الأهداف، تساعدنا في معرفة الخطة كم تنفذ منها وكم ما تنفذ. طيب هذه المقاييس أيها الأحبة عادة نستخدمها في عملية تتبع إجراءات العمل اللي عندنا موجودة. فمثلا أنا الآن أقوم بعملية قياس الأفكار، هذه اللوحة ستوضح لك متى استخدم كل واحد منها. هل أداة القياس بها صفر حقيقي؟ إذا كان الصفر حقيقي معناه مطلق، نعم القياس هذا اسمه قياس نسبي، يعني خلاص واحد موجود أو غير موجود. إذا كانت لا صفر اعتباري، هل وحدة القياس متساوية؟ إذا كانت نعم متساوية، يعني مثلا عندي فترات الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث، فعندي هنا يصير عندي المقياس الفتري. إذا كانت مقاييس غير متساوية، ترتيب مثلا أبغى أزود عندي أبغى أرفع نسبة، هل أرقام مستخدمة قابلة للترتيب؟ إذا كانت نعم ترتبي، إذا كانت لا أسماء، زي مثلا 2013 هذه مش قابلة للترتيب، خلاص هذا اسم السنة ما فاضلش عن السنة. إذا أنا الآن عندي ماذا أفعل؟ أستخدم هذه المقاييس لعملية القياس. على هذا الأساس أيها الأحبة عندي مثلا أطوال الطلاب في الصف، هذا مقياس نسبي، إنه مقياسهم أقيسه بالمتر. مقياس الفتري عندي مثلا الآن تغير أطوال الطلاب من خلال فترة لفترة أخرى، عندي مثلا أقدر أجمع الطلاب على شكل مجموعة طوال قصار أقل. مستوى الترتيب أقدر أجمعهم، عندي كل مجموعة طلاب عندهم طول معين أقدر أجمعهم على شكل مجموعة وأحدهم. المقياس الاسمي أنا أقول ما أسماء الطلاب دول، أطلق على كل مجموعة اسم. إذا أنا في الأساس سأستخدم هذه المعايير حتى أقوم بعملية التقسيم. هذه المتغيرات أيها الأحبة راح تساعدنا نسوي عمليات القياس بجودة ونقوم بعملية الرقابة على أدائنا. طيب خلنا نشوف الآن كيف سأستخدم هذه المتغيرات لعملية القياس. عشان أسوي عملية القياس أنا بحاجة الآن أنا أتحدث عن القياس. القياس خلي في ذهنك الآن عندي أربع مقاييس موجودة. القياس ما هو؟ القياس هو عبارة عن عملية تعويض، والرقابة هو التأكد من دقة القياس. إحنا عندنا دائما أيها الأحبة عمليات بناء القياس، عملية القياس، عملية الآن التقييم، عملية التقويم. طيب لو قلت لكم الآن أنا عندي هذه الكمية من البرتقال، أبغى أقيس هذه الكمية من البرتقال، ساعدوني ماذا ممكن أنا أفعل في الكفة الثانية؟ عندي كمية مجهولة، مجموعة برتقال، أبغى أقيس كميتها. أضع معايير دكتور لو. أضع شيء آخر هنا صح؟ سأقوم بعملية اسمها عملية التعويض. التعويض معناه سأضع كمية معيارية معلومة، هذه الكمية مثلا واحد كيلومتر. طيب لو كان بدل البرتقال عندي سأضع أداء، هدف سأضعه، ماذا سأضع هناك في الجهة الثانية؟ المفروض أضع في الجهة الثانية هناك مقياس، سأضع مقياس حتى أقيس به الأداء عشان أستطيع أضع معيار عشان أقيس. إذن القياس هي مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى معيارية معلومة من نوعها تسمى وحدة القياس، وبالتالي كل ما كان عندي وحدة قياس أستطيع أتأكد أني أنا ماشي بالطريقة الصحيحة أم لا. أنا قست الآن الكمية المجهولة وبالتالي أنا قمت الآن بعملية القياس لها. فعملية القياس أيها الأحبة معناها أن أحدد الوحدة اللي أريد أن أقيسها، نوعها هل هي نوعها مثلا شيء يقاس له جوهر أو أنه عبارة عن مفهوم ليس له جوهر مجرد، وما هي ما هي الأداة المناسبة للقياس فيه، وأحدد الوحدات اللي أريد أن أقوم بها القياس. لهذا الأمر أيها الأحبة عادة نحن نقيس شيئين، أما أن نقيس كميات فيزيائية، هذا الجوال الآن بيدي هو كمية فيزيائية، هذا الجهاز بيدي الآن هو كمية فيزيائية أقدر أجيب مسطرة وأقيسه، أو قد نقيس أشياء عبارة عن مفاهيم، كميات عبارة عن أشياء مجردة مثل السرعة، مثل الدقة، مثل الإنجاز. وبالتالي أنا أريد أن أقيس الآن أمرين، أنا أقيس أشياء كميات فيزيائية، هذه الأشياء مثل الطول، الزمن، الكتلة، هذه ما تحتاج أن أنا أسوي لها معادلة، هذه قياس مباشر، كم درجة كذا قياس مباشر، أو عندي أشياء تحتاج معادلة، السرعة زي المسافة، الزمن، الطول. وبالتالي أنا عندي الآن نوعين من أنواع القياس، أنا أستطيع أن أصنع الآن بهذا الأمر مقاييس، أستطيع أسوي الآن معايير، أقدر أسوي لي معايير لأدائي. تعالوا نشوف كيف نصنع معايير. لك أنا عندي نوعين من القياس، أما قياس مباشر، هذا القياس المباشر أحتاج فيه عملية قياس بخطوة واحدة، أستخدم فيه أداة واحدة فقط، لا يتم فيه التعويض في علاقة رياضية، نسبة الخطأ فيه قليلة، جميع الكميات فيه الأساسية الطول، الكتلة، الزمن.
هذا الآن عندي القياس تسمى القياس المباشر، عندي قياس غير مباشر هي تجرى فيها عمليات القياس بأكثر من خطوة، تستخدم فيها أكثر من أداة، يتم التعويض فيه في علاقة رياضية، نسبة الخطأ فيه جدا عالية. على هذا الأساس لاحظوا معي، عندي الآن سنصنع مقاييس. يلا تعالوا بنا يا أخ الأخ حربي، تذكر سؤالك لما قلت لك اسألني سؤالك، هذا الآن سؤالك سنجاوبه الآن. إذا عندي الآن مقاييس، سأصنع مقاييس الرقابة، هذه اللوحة جدا هامة بالنسبة لنا في الرقابة وفي الفجوات. أول مقاييس شيء اسمه القياس المطلق. هذا القياس المطلق معناه هو عبارة عن قياس كمية محققة حديا موجود أو غير موجود، ويستخدم مع الأشياء الملموسة التي لا تحتاج إلى معادلة. وبالتالي القاعدة عندنا الكمية محققة تساوي الكمية المستهدفة. مثال على ذلك، أن أقول أنا أريد أن يسجل عندي 20 طالب في الدورة التدريبية، إذا كم أبغى؟ أبغى 20. أنا عندي مركز صيفي وأريد أن أسجل 600 طالب. هنا دائما عندنا ستكون كالتالي، خط الأساس أين كنا؟ المحقق أين نحن اليوم؟ ماذا أنجزنا؟ المستهدف أين نريد أن نكون؟ وحدة القياس يجب أن تكون نفس الوحدة المقاسة، يعني بمعنى المحقق يجب أن يكون نفس المستهدف. لو قلت أنا المستهدف عندي 1000، فأنا يجب أن يكون المحقق كم؟ ها؟ المستهدف 1000، المحقق كم يكون؟ 999؟ لا، لازم يكون كم؟ 1000. إذن هنا عندي المحقق يجب أن يساوي المستهدف. على هذا الطريقة الآن سيكون عندي الآن دائما المؤشر أنجز أو لم ينجز، وبالتالي عندي هنا مؤشرات إنجاز نسميها مؤشرات تحقق. فالمعيار عندي هنا الآن اللي وضعناه معيار أنجز أو لم ينجز، وبالتالي الآن صار عندي هذا أول نوع من أنواع صناعة معايير. يستخدم فين؟ يستخدم على الأشياء النسبية. تذكر أخذنا المقياس النسبي، أي أنه يستخدم مع الصفر الحقيقي موجود أو غير موجود. أريد أن يكون عندنا في الغرفة 50 كرسي، قلت لك 50 كرسي. طيب النوع الثاني عندنا مقياس غير مباشر، مثل القياس بالنسبة المئوية، وهو مقارنة مقدارين متشابهين في نفس النوعية. وبالتالي عندي الآن دائما مثال نسبة الطلاب الناجحين من إجمالي الطلاب. الهدف الأساسي في عملية النسبة يجب أن يكون من نفس الوحدة. لاحظين عندنا نسبة الطلاب ناجحين إلى إجمالي الطلاب، مش الطلاب للمعلمين، مش الطلاب للمجتمع، لا، الطلاب وطلاب المدرسة. القاعدة فيها مقدار المحقق من الوحدة المستهدفة يعني الناجحين تقسيم مقدار إجمالي الوحدة. بعد ما وضعت القاعدة سأضع الآن ماذا؟ المعيار. هنا المعيار أيها الأحبة نحن سنضعه ونتفق عليه. هذا المعيار سيوضع في التخطيط، ويجب لما نجي في الرقابة نتأكد عليه، عشان ما يقولش عندنا والله طلع عندي في فجوات. هم اجتمعوا واتفقوا أنه من 0 إلى 40، من 41 إلى 60، من 61 إلى 75، من 76 إلى 85. هل ممكن يجيله تغيير؟ نعم، ممكن يسوي طلب اسمه طلب تغيير. أين المقبول؟ أين الخط المستهدف؟ قالك المستهدف عندنا ألا يقل عن من؟ عن هنا. هذا الخط عندنا الأحمر عندنا الآن ما يقل. طبعا إذا صنع هذا المعيار سيكون عندي الآن الشيء التالي، الآن عندنا هذا مؤشر، هو مؤشر قياس هذا المعيار. إذن هذا مؤشر قياس المعيار. طيب وعندي الآن شيء آخر، هذا القياس بالمعدل. القياس بالمعدل هو عبارة عن مقارنة أمرين من كميتين مختلفتين، زي معدل المذكرات المتدربين يقاس بالقاعدة مقدار المحقق من الوحدة المستهدفة تقسيم إجمالي الوحدة الأخرى المقارن بها. وأيضا نفس الشيء راح أسوي له معيار متفق عليه وأسوي له مؤشر أداء، وقد أقيس بالمتوسط. القياس المتوسط، هذا القياس المتوسط أنا أقيس الآن كميات في بيئات مختلفة، يعني مثلا عندي أقول عدد الطلاب داخل الفصول كم متوسطهم، فبالتالي أنا الآن صار عندي ماذا؟ صار عندي الآن معايير، صار عندي الآن مقاييس أستطيع أقيس بها الأهداف. هذه الآن طريقة صناعة المقاييس. كيف أستطيع أصيغ المقاييس؟ سؤال استفسار عن هذه اللوحة منكم. إيه دكتور، عفوا معليش الأخوان، يمكن أكثرت من الأسئلة والطرح. لا ممتاز جدا رائع، نتمناك يا أخي. الله يطول عمرك. دكتور أنت أعطيتنا في فترة سابقة المؤشر القطبي السالب والموجب. إيه هذا في المؤشرات بعد بكرة. إيه؟ هنا ماشي دور. إذن ننتظر أجل أجل. إيه انتظر. السلام عليك. إذا عندي الآن لاحظوا معي الآن على هذا الأساس نقدر نجلس في إدارتنا ونقدر ماذا نفعل؟ نقدر نجلس ونسوي لنا ماذا؟ معايير. نجلس كذا في الإدارة ونسوي معايير، نضع معايير القياس عندنا ونضع ستاندر لنا، وممكن حتى هذا الستاندر يصير عالمي، يصير ممكن الكل يأخذه مننا، ويصير هذا المعيار عندنا الآن عند الناس كلهم يأخذونه ويصنعونه يصير مقياس. أما أن نجيب مقياس خارجي أو نجيب عندنا مقياس داخلي. طيب سؤال مهم جدا، ماذا لو إن إحنا الآن جينا نبغى نسوي قياس
وجينا نبغى نسوي عملية قياس، كيف راح نصير قياس؟ قال لك في عمليات القياس لازم يكون عندنا قياس لهذه الأشياء. لازم دائما في أي عملية لازم نقيس إيش هي المدخلات، إيش هي الأنشطة، إيش هي المخرجات، إيش هي النتائج. تفضل. لو 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 أبي أعيد مرة ثانية في مثلا مقياس قبلية وبعدية وتغيرت الظروف في الثاني في الفترة البعدية دي مرة ثانية، هل يعتبر هذا يعني اختبار مطابق للمرحلتين؟ بمعنى أنه تغيرت الظروف، هل هذا يعتبر جديد؟ لابد نعم، هذا لابد أنت لابد أن تقوم بوضع طلب تغيير، تغير مرة ثانية في المعايير. شفت الأرقام اللي كنا حاطينها؟ لازم ترجع مرة ثانية تعدل فيها. إيه بس للتوضيح بس فقط لا غير، يعني إذا تغيرت الظروف هل تعتبر معيار جديد أو مقياس جديدة؟ نعم مقياس. إذا كان الآن بالنسبة لي مش مهم بالنسبة لي تغير الظروف، السؤال بالنسبة لي هل انعكس تغيير الظروف على هذه القيم؟ على هذه؟ هل يتطلب أن نغير هذه الأرقام اللي تحت؟ شايفها اللي تحت دي؟ اللي بيدرك الكلام هذا أوكي، لكن في ناس ما يدركون الكلام هذا أنه عبارة عن اختبارات ومقاييس باستمرار، يقعد أقيس مثلاً أشياء معينة باستمرار وقيسة على هي اختلاف الظروف. هذا يعتمد إذا هو أصلاً ما عندهش خطة استراتيجية، ما عندهش خطة تشغيلية أكيد ما راح يعرف. هذا الآن كان في التخطيط، في التخطيط لابد أن يدرس، سوي تحليل سوات، سوي تحليل باستر عشان يعرف الظروف الخارجية. احنا أخذنا ثاني يوم كان تحليل الفجوات ودرسنا فيه تحليل باستر ودرسنا فيه تحليل سوات عشان نعرف إيش البيئات الخارجية والبيئات الداخلية. تمام؟ طيب الآن قياس الأداء، لما أبغى أقيس الأداء ماذا سأقيس؟ حتى لما أنا أسوي رقابة وأسوي قياس سأقيس على الشيء التالي، سأقيس أولاً المدخلات، مدى كفاءة المدخلات، وسأقيس عمليات الأنشطة، مدى جودة الأنشطة اللي يسووها العاملين في المشروع، وسأقيس أيضا عمليات المخرجات، مدى جودة المخرجات المستخدمة في المشروع، وسأقيس النتائج، هل النتائج الموجودة صحيحة أم لا، وسأقيس أيضا الغايات، الآثار الموجودة، هل الآثار الموجودة تم تطبيقها بشكل صحيح أم لا. بعمليات قياس الأداء معناها تتبع الآن ما يسمى مصفوفة الإطار المنطقي، أن أقيس مصفوفة إطار منطقي بشكل كامل. ما هي مصفوفة إطار منطقي؟ معنى ذلك أن أحتاج الآن يكون عندي دقة وضبط، أنا أريد أن أقيس حتى أتأكد من الدقة والضبط. ما معنى ذلك؟ أريد أن أتأكد أنه فعلا عندي الآن دقة وضبط فيما وضعته من أهداف. الدقة والضبط معناها أن أتأكد فعلا أنه لما وضعت أهداف ووضعت قيس كانت أهدافي محكمة وكانت أهدافي فعلا تحقق أهدافها. لاحظوا معي الآن في الدقة والضبط، أنا عندي الآن دائما عملية الأهداف اللي سنضعها في الرقابة يجب أن أتأكد هل فعلا الموظف اللي يؤدي الهدف فعلا يؤدي الهدف بدقة وضبط. هذا الهدف الأساسي من عملية الرقابة، يعني أنا وضعت الهدف هدف، وضعت له معيار، بعد ما وضعت له معيار ترى الآن عندي أشياء مصفوفة نسميها مصفوفة الدقة والضبط، هل فعلا الموظف يؤدي ما مطلوب منه بإحكام بدقة وبالتالي يستطيع أن يكرره كل مرة، ولا هو كل مرة يضع هدف وكل مرة يصيب شيء آخر ما يكرروش، ما عندهش قدرة على التكرار ولا عنده قدرة على الإصابة بشكل صحيح، وهل عندي فعلا الآن ضبط ولا دقة؟ وقد يكون عندي دقة ولا ضبط، وقد يكون عندي لا دقة ولا ضبط. إذا أنا بعد ما وضعت المعيار يجب أن أتأكد من مستوى الدقة والضبط فيما عندي. تعالوا نأخذ مثال، هذا الآن موظفين، موظف أحمد، قاسم، موظف حمزة، موظف صالح، شوفوا في إدارة الاتصالات الإدارية بأنهم ركبنا لهم نظام إلكتروني جديد ووضعنا لهم هدف أن يقوموا بإنتاج 100 معاملة من خلال النظام الإلكتروني. هذه المعاملات أدخل النظام الإلكتروني، فلاحظوا الآن معي أداء الموظفين، هذا الآن أداؤهم، هذا متوسط أداؤهم، كيف سوينا المتوسط من خلال نموذج سوينا المعيار أول. الآن لاحظ معي موظف أحمد، سنجد أنه عنده الآن بياناته دل على فعلا دقة وضبط جيد. أما قاسم لا، قاسم عنده دقة لكن لا ضبط. لاحظ معي عنده انحراف، هذا انحراف في أداء الموظف، بالتالي الضبط عنده الآن عنده ضبط مضبوط 40 40، معليش ما عندهش دقة، ما جالس يجيب 100. أما حمزة فهو جالس يشتغل على نظام ورقي بعيد تماما عن أدائه. صالح عندنا إشكالية تذبذب كبير جدا. إذا عملية الآن القياس الرقابة لابد أن يكون عندنا أهداف قبل القياس حتى يكون عندنا الرقابة عشان نعرف أصلا ما الذي تم أثناء إنتاج المعاملات. على هذا الأساس أيها الأحبة الدقة والضبط معنى ذلك إن إحنا يجب أن نضبط تماما الأداء. الدقة والضبط معنى النظام القياس الموجود عندنا هو إجراء رياضي أرقام عشان نقدر مدى الانحرافات والتباين الحاصل في النتائج، مدى المفجوات الموجودة، مدى العمل فيها،
عشان نتعامل معها احصائيا. احنا يجب ان ندرس من هو الموظف اللي سيكون بالعمل، ما هو المعيار المرجعي، ما الادوات، ما البيئه، زي ما قال الان قبل شويه الاخ حربي، البيئه لو تغيرت، البيئه الضابطه لو تغيرت، البيئه المحيطه، ماذا سيحصل في الاداء؟ هذا كله سيؤثر على عمليات القياس وسيؤثر على عمليات التقويم، وهذا ما نسميه الرايز. الرايز معناه اللي هو عباره عن البيئه المحيطه. اذا عندنا، لاحظوا معي الان، هذا اداء موظفين عندنا الان عشان نشوف الدقه والضبط. هنا عندي الان لو رسمته على شكل 6 سيجما وضعت له الان عباره عن انحراف معياري، لو وجدت عندي تفلطح. ما معنى تفلطح؟ انه في الدقه والضبط عاليه. ولو نظرت الان المعيار بهذا الشكل، لو وجدت عندي هنا الان ماذا؟ تحدب، وفعلا هنا في تركيز، لكن ليس في البؤره. ليس في البؤره. عمليات الرقابه باختصار هي التاكد من عمليات انه والله يتفلطح الاداء او ان الاداء ماله مركز، وذلك يحتاج مني عمليه استقصاء، ان استقصي ماذا حصل في الاداء. فالرقابه معناه ان اعرف ما الذي حصل عندي في الاداء. وبالتالي نحن عاده حتى نضبط هذا الامر كله نحتاج الى مصفوفه الاطار المنطقي، هذه المصفوفه اللي توضح لنا ماذا حصل في اهدافنا، ما الذي حصل عندي في الاهداف بشكل فعال. وسبق اني شرحت مصفوفه الاداء، شرحتها بشكل كامل، لكن هي باختصار توضح لنا ان عندنا اهداف غايات تخرج منها اهداف عامه، تطلع منها اهداف مخرجات، يطلع منها انشطه ونتائج. وبالتالي احنا مفترض نعرف ان اي اداء سنقوم به له مدخلات، له نشاطات، له مخرجات، له نتاجات، له اثار. لاحظ ارجوك ان الرقابه ستكون على هذه المدخلات كلها، رقابه على المدخلات، رقابه على النشاطات، رقابه على المخرجات، رقابه على النشاطات، رقابه ايضا على الاثار، حتى اتاكد ان هذه كلها يتم تحقيقها بشكل صحيح. وبالتالي احنا دائما نقول لما تضع اي هدف عليك ان تتاكد من هدفك انه تم تخطيطه بشكل صحيح. في الرقابه يجب ان اعرف هل كل شيء المدخلات مناسبه للمخرجات، مناسبه للنتاجات، مناسبه للاثار. وبالتالي لما خططت الهدف عندي، هل فعلا مبادراتي كانت مرتبطه؟ هل اهدافي كانت مرتبطه؟ هل فعلا نتائجي واهدافي، اهدافي الغايات حقي مع اهدافي المرحليه مع اهدافي الاجرائيه كلها تصب في اهدافي؟ مثال على ذلك، هذا الان ايها الاحبه مثال، لما يكون عندي هذه اللوحه قدموها لي هم في التخطيط، هذه كانت صنعت في التخطيط، قدمت لي انا، مفروض راح اروح اسوي عليها عمليات الرقابه، اشوف المشروع اللي سووه عليه واقوم بالرقابه. ماذا اراقب؟ انا اراقب ايها الاحبه الاشياء التاليه، لاحظوا معي، نراقب، نبني مجموعه مؤشرات، الاهداف، الغايات، الاهداف العامه، على الاهداف المرحليه، على الاهداف الاجراءات، ونقوم بالقياس على هذا الامر. هذه الان ما نقيسه في عمليه الرقابه، احنا نقوم بالقياس اطار منطقي، نقيس هذه اللوحه، لاحظوا معي، هذا ما يتم عليه الرقابه فيه. نقيس المخرجات، هل فعلا المخرجات تحققت؟ نقيس الاهداف الغايات، هل اهداف الغايات فعلا تحققت؟ هل نقيس فيها، هل المشروع يدعم فعلا الهدف من الغايه؟ هل رئيس مجلس اداره فعلا داعم؟ المؤامره بالمشاريع، لوحه القياده الاستراتيجيه، معايير ايضا تاكد انه فعلا المعايير عندنا موجوده، ونقيس هدف العام للمشروع، ونقيس الاهداف المرحليه، ونقيس اهداف النشاطات، ونقيس توفير التجهيزات، حتى لا يكون لدينا ماذا؟ فجوات. عشان ما يكونش عندنا فجوات في مشروعنا، فنحن يجب ان نقيس كل هذه المنظومه. السؤال لكم، ماذا استفدنا من هذه اللوحه في قياس الاطار المنطقي؟ اسمع منكم. ماذا استفدنا ايها الاحبه من هذه اللوحه؟ دكتور، بصراحه اللوحه هذه هي البدايه والنهايه، ولكن ما بينها وبينها مراحل عديده كبيره جدا في منظومة العمل الإداري بشكل، سواء في التخطيط المؤسسي أو وظائف الإدارة وقبل الاستراتيجية وتشخيص الواقع ومتابعة سير العمل بشكل أو بآخر، حتى نضمن أنه كل المعطيات والمعايير اللي وضعناها تسير بشكل صحيح ويخدم المخرج العام الذي يتحقق من خلال هذه الموضوع. نعم، ولذلك احنا وضعنا هذا البرنامج، احنا الان في الاسبوع الرابع يا جماعه. انا ارجو من الكل ايها الاحبه ان يراجع الافلام الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث، ان توضح كيف وصلنا هنا اصلا، كيف وصلنا هنا. اذا احنا الان ايها الاحبه سنركز على اسئله عندنا الان، سيكون عندنا الشيء التالي: كيف استطيع في الرقابه ان اقوم بعمليه التحسين؟ انا في الرقابه كيف اجمع البيانات؟ كيف احسن؟ عندنا نموذج نسميه نموذج عمليات التحسين المستمر. هذا النموذج راح يساعدنا نقوم بعمليه التحسين. في عمليه التحسين، هذا الرجل دركر ابو الاداره بالاهداف يقول عباره، يقول: كل ما لا يمكنك قياسه لا يمكنك ادارته. اذا يرى ان الاداره تحديد وقياس وتحكم واداره. وبالتالي عندنا الان اول مرحله يجب علينا ان نبدا ندرس الشيء التالي.
لما نبغى ندرس اي عمليه نبغى نحسنها، اول شيء لابد ان نراجع الاداء، ننقل في البيانات، نقوم بعمليه تخطيط الاداء، عمليه التنفيذ، عمليه ضمان الجوده، عمليه تاكيد الجوده. كيف يحصل هذا الامر؟ هنا عندنا ايها الاحبه نموذج، نسال انفسنا سؤال، يا ترى ما هي الرؤيه الاستراتيجيه نريد ان نحققها؟ هل فعلا الاهداف اللي وضعوها تحقق الرؤيه؟ هل فعلا الاداء يحقق الرؤيه؟ هل معيار يحقق الرؤيه؟ يا ترى ايضا ما اين نحن الان؟ اين اداءنا الان موجود مما خطط له؟ هل نحن فعلا نحقق ما خطط له؟ ايضا سؤال الى اين نحن ذاهبين؟ هل فعلا اهدافنا قابل للقياس؟ هل فعلا احنا متجهين نحو الهدف؟ ايضا سؤال كيف نصل الى ملتقانا؟ هل وصلنا الى ملتقانا؟ هل فعلا نحن متجهين لعمليه القياس؟ نحدد هذا كله ثم نقوم بعمليات الان استمرار في الرقابه. اذا عمليه الرقابه هي عباره عن عمليه قياس، اين نحن؟ نريد ان نكون ونجمع بيانات. كيف نجمع بيانات؟ لاحظ معي هذا النموذج، نحن يجب ان نكتب دائما ماذا فعلنا؟ ماذا نريد ان نفعل؟ نحدد الفجوه، نضع خطه للتغيير، نجري تغييرات، نحسن باستمرار. في عمليتنا دائما عندنا عمليه تحسين مستمر لادائنا، نحسن دائما حتى نعرف ما الذي تحسن في الاداء. طيب انا الان اشتغل في مجال الرقابه، ابغى اعرف كيف استطيع اراقب على اداء المنظمه. عشان اراقب اداء المنظمه ساستخدم هذا النموذج، هذه 7 خطوات ساستخدمها لعمليه الرقابه. اول ما ازور المؤسسه ساطلع على الرؤيه، الرساله، الخطه الاستراتيجيه اللي عندهم، الخطه التنفيذيه، الخطه التشغيليه الوظيفيه، الهيكل التنظيمي، بطاقه الوصف الوظيفي، القدره التشغيليه، دليل السياسات، دليل نظام الجوده، نظام تقييم الاداء، عملية نظام الأداء، سأطلع هذه كلها، ثم بعد ذلك سأقوم بوعي هذا كله، سأحدد ما الذي يجب أن أقوم بقياسه، أفهم طبيعة عملهم، أحدد المشاكل الموجودة في الرقابة، أقوم بعملية ترتيب الأولويات، ثم بعدين أحدد النطاق الموجود في عملية القياس، ثم بعد ذلك أقوم أيها الأحبة بعملية تحديد ما يمكن قياسه، ما الشيء اللي أريد أن أقوم بعملية قياسه الآن في أدائي، ثم بعد ذلك سأقوم بعملية الآن سأقوم الآن بعملية الآن سأقوم بعملية جمع البيانات، أجمع البيانات على الأداء، فعلا لدي صلاحية في البيانات؟ هل فعلا لدي إمكانية أن يكون دائما عندي الآن قدرة في عملية الآن العمل بشكل فعال؟ وبالتالي سأسأل نفسي دائما سؤال، كيف أستطيع أن يكون عندي هذا الأداء فعال؟ وكيف أستطيع أن أضمن أني أنا فعلا سأحقق أهدافي؟ ثم بعد ذلك سأعالج هذه البيانات وسأتأكد أن بياناتي معالجة بشكل صحيح، ثم سأقوم بعملية تحليل البيانات، سأحلل هذه البيانات وأتأكد البيانات كلها موجودة بشكل صحيح، ثم بعد ذلك سأقوم بعملية تقديم واستخدام معلومات صحيحة، سأنفذ الإجراءات التصحيحية حتى أتأكد أن عملياتي تتم كلها بشكل صحيح. إذن معنى ذلك أيها الأحبة المفترض أني أنا عندي منظومة، هذه المنظومة راح تساعدني في عملية الاستقصاء، ثم سأعود بتقرير، هذا التقرير سيدل عندي رقابة عالية جدا على المشروع وماذا حصل عندي أثناء العمل داخل المشروع. إذا أنا مفروض أني عندي نموذج، هذا النموذج سيكون عندي فعال في عملية قياس الأداء. سؤالكم ماذا استفدت من هذا النموذج؟ أسمع منكم، تفضل شاركونا ماذا استفدنا من هذا النموذج. أليست هذه إجراءات تحسين يا دكتور بعد نعم بعد الرقابة؟ هذه الإجراءات نعم نحن الآن بعد أن انتهينا سلمك الله من عمليات الآن في من الرقابة نبغى الآن نحل المشكلة. صحيح. نبغى الإجراءات. نعم هذه إجراءات عندنا عملية حل المشكلة عندنا، كيف نستطيع أن نقوم بعملية حل هذه المشكلة؟ تمام؟ طيب ولذلك أحبتي الكرام نحن نحتاج الآن أن يكون لدينا أداة. هذه الأداة راح تساعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نعرف كيف نستطيع أن نقوم بعملية التطبيق. الرقابة أيها الأحبة لا يمكن أن نتحدث عنها بدون الحديث عن من؟ عن عمليات الإحصاء. الإحصاء مهم جدا بالنسبة لنا، فالإحصاء هو القدرة على القوس داخل عمليات الرقابة. ما هو الإحصاء؟ علم الإحصاء هو العلم الذي يدرس كيفية جمع وترتيب وتنظيم وتلخيص وتحليل بيانات واستخلاص النتائج وتفسيرها بهدف الوصول إلى نتائج مقبولة وقرارات سليمة. تعريف علم الإحصاء هو علم اتخاذ القرار في ظل عدم التأكدية. علم الإحصاء معناه أنك تعرف تماماً كيف تستطيع أن تجمع البيانات، تفوبها، تعرضها، تقوم بتفسيرها، تقوم بعملية عرضها على شكل تقرير. ولذلك علم الإحصاء أيها الأحبة انتبه،
الإحصاء علم أصيل في عملية الرقابة. ليش؟ أنه من خلاله سنقدم تقريرنا الرقابي اللي قدمناه الآن لمن؟ للمنظمة. علم الإحصاء أساسي في علم الإدارة. طيب على هذا الأساس أيها الأحبة، في علم الإحصاء نرصد فيها الظاهرة، نرصد ماذا حصل عندها من انحرافات، سنفسر ماذا حصل عندها من انحرافات، سنتنبأ بالانحرافات الموجودة، سنتحكم ونضبط ماذا يعني وجود انحرافات داخل المنظمة. فعلم الإحصاء سيساعد على التنبؤ بالأخطاء المنطقية الموجودة داخل المنظمة بشكل فعال. طيب على هذا الأساس أيها الأحبة، تعالوا نشوف عندنا ماذا سيساعدنا علم الإحصاء. هناك أربع أنواع لتحليل البيانات الإحصائية. يجب على كل دارس للرقابة ودارس الفجوات أن يعرف أنه عندما يقوم بعملية تحليل البيانات، فأنت تقوم بعملية تحليل البيانات من خلال الشيء التالي: تقوم بعملية أما تحليل وصفي، يعني أن تصف ما الذي يحدث، أو تحليل تشخيصي، أن تشخص المشكلة، أو تحليل تنبؤي، أو تحليل توجيهي. وبالتالي إحنا لما نتكلم عن عمليات الإحصاء، هناك أسئلة راح تساعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى على القياس. فكلما كانت البيانات قيمتها عالية وتعقيدها كبير، تجينا للإحصاء التوجيهي. الإحصاء الوصفي معناه ما الذي يحدث، الإحصاء التشخيصي لماذا يحدث، الإحصاء التنبؤي ماذا سيحدث، الإحصاء التوجيهي كيف يمكننا تحقيق ذلك. هناك أربع أنواع. كلما كانت معلومات قيمة ومعقدة، كلما احتجنا تفصيل أكثر. وبالتالي إحنا دورنا في عملية الآن الرقابة أن نقوم بعملية أخذ البيانات ونسأل أنفسنا كل هذه الأسئلة أثناء الرقابة: يا ترى ما الذي يحدث؟ يا ترى كيف يحدث هذا الأمر؟ يا ترى كم ومتى أين حصل هذا الأمر كله؟ أيضا لماذا حدث؟ أين يجب أن ننظر؟ ما هو النمط؟ النمط معنى التكرار. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ ماذا لو جربنا هذا؟ ما أفضل أداء؟ كل ما كان عندنا رقابة كبيرة جدا على هذه المتكونات، كل ما استطعنا أن نقوم بعملية الرقابة. هذا يقتضي مننا أن يكون عندنا نموذج، هذا نموذج نسميه نموذج الاستقصاء الإحصائي. هذا النموذج أيها الأحبة نجمع من خلاله المعلومات عشان نسوي الإحصاء. عادة هذا النموذج أيها الأحبة يستخدم في عمليات الجمع المعلومات. ماذا نفعل؟ ندرس أنفسنا. أول ما يصير عندنا الآن مشكلة، ندرس المشكلة، نضع خطة لسد الفجوة، نضع بيانات، نقول ما البيانات نحتاجها، نحلل ونستنتج. هذا النموذج أيها الأحبة يساعدنا لعملية استقصاء المشاكل عندنا موجودة. ما المشكلة؟ ما الخطة عندنا لعملية الحل؟ ما البيانات سنحتاجها؟ ثم ما التحليل سنقوم به؟ ثم ما الاستنتاج؟ فعملية التقييم لابد أن يكون بعدها تقويم، والتقويم معناه عملية علاجية. هذه العملية العلاجية تقتضي مني أني أبدأ أسأل نفسي سؤال: يا ترى كيف سأجمع المعلومات؟ كيف سأجمع البيانات؟ كل ما استطعت أن أجمع البيانات عن المشكلة أكثر، وعرفت الخطة كيف سأسد الفجوة، وعرفت البيانات المحتاجة، وعرفت التحليل، وعرفت الاستنتاج، كل ما نجحت. فأنا دائما سأكون هدفي الأساسي أن أفهم المشكلة في الانحراف في الأداء، وأضع خطة لعملية سد الفجوة، وأجمع بيانات أكثر، وأضع تحليل، وأضع استنتاجات. هذا يجعلني لابد إلا أن أجمع بيانات دقيقة وبشكل فعال. ولذلك أحبتي الكرام، في عمليات التقييم بدأت تظهر عندنا أيها الأحبة نماذج. هذه النماذج نسميها نماذج التنقيب في البيانات. نماذج ظهرت للتنقيب في البيانات. ما هدفها؟ تساعدك أنت كباحث أنك تجمع البيانات عشان تراقب عليها. فعندنا الله هذه بيانات عملية الرقابة على البيانات. عندنا النموذج الأول، نقوم بعملية فهم مجال العمل داخل المنظمة، ثم نقوم بعملية قواعد المعلومات والبيانات، نسوي اختيار عينات، نجمع البيانات، نقوم بتحويلها إلى 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 الصور، رسوم بيانية، وهذا ما نسميه الداشبورد، ما نسميه أيضا المؤشرات. بكرة راح ندرس مؤشر، راح ندرس المؤشرات. لماذا؟ لأن نحن هدفنا الأساسي أن نقوم بالتنقيب البيانات داخل منظمة، ونحول البيانات عن الأداء، نحولها على شكل مؤشرات وعلى شكل داشبورد. إذا الهدف الأساسي في عملية بناء المؤشرات، الهدف الأساسي في عملية بناء المؤشرات هو عبارة عن عملية تحويل بيانات المنظمة إلى بيانات مالها، بيانات موحدة قابلة لعملية القياس. فنحن نقوم الآن بعملية استقصاء، نستقصي كل موجود داخل المنظمة، ونأخذ عملية نسميها الإدارة المرئية. إذا لو سألتك بكرة ما هي الإدارة المرئية؟ هي عبارة عن تحويل الأداء داخل المنظمة إلى شكل مؤشر أو شكل داشبورد أو شكل رسمة تشرح لنا ماذا يتم من خلال رسم بياني، تستطيع تتبع في ماذا أدى من أداء وما الذي جمعناه من بيانات. نحن عادة أيها الأحبة نجمع بيانات بأكثر من طريقة. هذه طريقة أخرى جمع بيانات، نجمع البيانات من المنظمة، نقوم بتوصيف المشكلة، نشوف مصادر البيانات، نقف فيها، نقوم بتقييم البيانات، ثم نقوم بالتنفيذ.
وهذا ما سنعمله بكرة وبعد بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى، لما نتكلم عن حل المشكلات، ولما نتكلم عن نزول الميدان، ولما نتكلم عن عملية بناء المؤشرات وبنائها، نحن نقوم بعملية التنقيب، ننقب في البيانات، وهذا التنقيب معناه عمل أساسي في عمليات الرقابة. فلما نتكلم عن الرقابة أنا ننقب في البيانات، نجمع بيانات منظمة بشكل كامل، نقوم بعمليات توصيفها. حتى في هذا النموذج نموذج البيانات نقوم بالشيء التالي، حتى أيها الأحبة، نقوم بعملية فهم العمل، نفهم البيانات الموجودة، حل البيانات، نضع نمذج البيانات، نقيم الأداء، ثم ننشر النتائج اللي حصلنا عليها. أختم حديثي بشيء، هذا النموذج يعتبر نموذج قياسي للتنقيب في البيانات. لا تنسوا هذه العبارة عندما نتحدث عن من؟ عن الرقابة، هي أن نقوم بعملية الرقابة. ولذلك أيها الأحبة سنحتاج أن نفهم طبيعة عمل المنظمة، نفهم الخطة اللي حطوها، نفهم الهيكل الإداري اللي سووه، نقوم بمراجعة البيانات والخطة اللي سووها وفق المؤشرات والبيانات اللي وضعناها، نقوم بتجهيز وتحضير البيانات، ننمذج البيانات ونضعها شكل رسوم بيانية، مؤشرات وداشبورد وغيرها، حتى نستطيع أن نعرف كيف يتم العمل. ثم بعد ذلك نقوم بإخراج النتائج وتقييمها، نقوم بنشر النتائج حتى نتأكد العملية كلها تمت بشكل صحيح. هذه العملية أيها الأحبة تساعدنا على فهم بيانات العمل بشكل كامل، وبالتالي نحن في الرقابة لابد أن نقوس داخل المنظمة حتى نفهم طبيعة العمل داخل المنظمة بشكل فعال. الرقابة ليس مجرد أن تتابع الهدف، لا، أن تقوم بتحليل البيانات الموجودة داخل المنظمة. هذه طريقة الرقابة التي سنستخدمها. نحن دائما نفهم العمل، نقوم بتحليل وفهم البيانات اللي فيه، نجهز البيانات، نمدج البيانات، ننزل النتائج ونقيمها، ونقوم بعد ذلك بعملية نشر البيانات. إذن عملية الرقابة لها دور أساسي، تحدد المشكلة بالضبط الموجودة في الأداء، كيف يجب أن يكون الحل، ما البيانات المتوفرة، ما هي الإمكانيات اللي عندنا موجودة، ثم بعد أن نقوم بإخراج النتائج، نحن ليس دورنا فقط الحل، نحن ننشر النتائج حتى يتم عملية تحسين النتائج من خلال طلبات اسمها طلبات إلغاء. طبعا هذا الدليل يوضح لي الآن ما العمليات المفروض أن نقوم بها الآن في كل مرحلة من مراحل عمليات الآن الرقابة. عندي فهم الأعمال، أنا كمراقب سأنزل الأعمال، أحدد هدف العمل، أحدد قيم الوضع الحالي، أقيم الأهداف ونقف فيها، أنتج خطة للمشروع، أقوم بفهم البيانات، أجمع بيانات أولية، أصف البيانات، أكتشف البيانات، أحقق من جودة البيانات، أنزل أيضا في إعداد البيانات، أحدد البيانات، أقوم بتنقية البيانات، أقوم بإعداد تنظيم بيانات، أدمج البيانات، ثم بعد ذلك أرسمها، نحضم عائلة والأحبة. كل هذه المنظومة هدفها تساعدنا أن نعرف أننا عندما نتحدث عن عملية البيانات نحن نتكلم أيها الأحبة عن منظومة. هذه المنظومة منظومة متكاملة دولية تتحدث عن عمليات القياس، وبالتالي هناك عملية من العمل على شكل ماذا؟ مشروع، مشروع نسميه مشروع القياس عندنا. كل نقطة من النقاط هذه يجب أن نتوقف عندها 5 أيام، 6 أيام قادمة، كلها الهدف فيها أن نقوص في هذه اللوحة، نقوص في هذه اللوحة في هذا الدليل. يعني سنقوم بعملية القوص في البيانات، سنكتبها، سنضع مؤشرات، وسنقوم بكتابة مؤشرات بشكل كامل. هذا ما أردنا أن نقول لكم في عملية القياس وعملية التقويم، كيف نستطيع أن نقيم أداء منظمة ما. فنحن عادة أيها الأحبة نقيمها بالشكل التالي. هذه اللوحة سأختم بها، عندنا دائما فريق عمل، هذا الفريق العمل له علاقة بالرقابة، شخص اسمه خبير بيانات، عالم بيانات سيكون دوره أن يجمع البيانات ويظهرها، خبير أعمال متخصص، ومدير مشروع سيجتمعون لأجل الرقابة على ما الذي تم داخل المشروع. ثم هذا الفريق كله سيخرج لنا تقرير بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى يخرج عندنا تقرير واضح عن مستوى تقييم الأداء اللي تم داخل المنظمة، فنعرف ماذا تم داخل المنظمة. على هذا الأساس خلني أسألكم سؤال، ما الذي تعلمناه؟ ما الذي استفدناه اليوم؟ تفضل شاركونا. أولاً وفق الله وكتب لك الأجر على ما قدمت وما سوف تقدم للمرحلة القادمة، وحقيقة شاكر ومقدر على هذا الموضوع والمواضيع السابقة. الآن أعتقد أن اليوم موضوعنا أعتبره هو العمود الفقري للمنظمة والمؤسسة، لأنه يربط كل أواصر المؤسسة ويعطيها القوة والاستمرارية، وأيضاً يعطيها القدرة على النمو. فأنا أعتبر موضوع اليوم يعني موضوع موقعه مثل موقع الهيكل من موضع الهيكل العظمي في جسم الإنسان. اليوم هذا الموضوع أنا أعتبره مطلب ضروري. اليوم بدون هيكل عظمي في جسم الإنسان لا يستطيع أن يتم التواصل ما بين كافة الأعضاء، ولذلك اليوم موضوع أنا أعتبره أنه محور رئيسي مهم جدا في الربط ما بين السابق والقادم إن شاء الله.
يا سلام عليك، يا سلام عليك دكتور حربي، سعيد جدا بوجودك والله. تفضلوا شاركونا ايها الاحبه، ماذا استفدنا اليوم؟ من يحب يشاركنا؟ استفدنا اليوم تواجد الدكتور حربي بارك الله فيه، وعلى الصعيد الشخصي استفدنا دكتور يعني انني الان انا كمحلل احتياج وجدت لي اداه جميله جدا، ومكان هو منبع للفجوات من خلال تقارير ما نسميه الرقابة الإدارية. الرقابة الإدارية على سواء الإدارة العامة، مدراء الأقسام، مدراء الفروع، سأجد لديهم في تقارير الرقابة الإدارية الفجوات بكل يسر وسهولة. أيضا استفدت دكتور أساليب جديدة في جمع البيانات. البيانات هي العنصر الأساسي في تصميم الخطة، في تحليل الفجوات، لأن المعلومات هي ما يبنى عليها كل شيء. شكرا يا دكتور، كعادتك دائما ثري بعطائك، بارك الله فيك. شكرا لك كل الشكر. لو تكرمت يا دكتور، بس الرقابة الإدارية مين المسؤول عنها أو اللي يقوم فيها بشكل مش من عارفه صب، بس يعني مين المسؤول؟ هل هو المدير ولا المسؤول الأكبر ولا من؟ أحد أعمال رئيس القسم. قلنا يا جماعة أنه أي رئيس قسم عنده أربع وظائف: التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، هذه أعماله. وعنده وظائف أربعة: الإنتاج، التوظيف، التمويل، التشغيل. تعرفون عندنا رؤساء الأقسام مشغولين بعمليات روتينية كان مفروض إسنادها لموظفين آخرين، وتارك الأعمال الكبيرة اللي عنده. فهمتيني؟ أيوة تمام عليك يا دكتور، هذا اللي أنا أقصده. يعني المدير أحياناً عليه مكلف في أعمال، لكن أعماله المهمة مثل الرقابة والأشياء اللي زي كذا أحس أنها ما حد يأخذ فيها كثير. صحيح، ولذلك إحنا نقول له ترى أنت عندك، والله عندك شغل كبير جداً ممكن تقوم به، وكله جميل وكله فريد وكله ما تقدرش تسويه اللي أنت. ممكن أيضا المدير في بعض المنظمات يكلف شخصا ما بأن يكون مشرفا على هذه العمليات، يسمى قسم، نسميه قسم مثلا فلنقول قسم الجودة، أو يسمى قسم مثلا مؤشرات الأداء أحيانا. شكرا لك على هذا الاستفسار الرائع، شكرا لكم كل الشكر. تفضل دكتور نجوى. بس قبل ما تبدأي دكتور نجوى، بس هي سريع جدا، أذكركم بشيء. نحن ضمن برنامجنا التمهير رمضان لإعداد أخصائي التطوير الإداري، نحن انتهينا الآن، نحن في حزم أربعة. نحن الآن في حزمة التخطيط انتهينا منها، حزمة التنظيم انتهينا منها، حزمة التوجيه انتهينا منها. احنا خلصنا اليوم الرقابة الإدارية. موضوعنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى موضوع مهم جدا بالنسبة لنا، وهو إدارة الأداء. كيف سيكون إدارة الأداء، وكيف نقدر نقوله بعد ما تعرفنا على الرقابة؟ إذن هنا نبغى نسوي رقابة على أداء الموظف، هذا ما نسميه إدارة الأداء. هذا موضوعنا إن شاء الله غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. كونوا معنا غدا بإذن الله. تفضل دكتور نجوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، حياكم الله جميعا في لقائنا 22. بهذه المناسبة نقدم الشكر أجله والتقدير أجله لسعادة مستشارنا وخبيرنا دكتور محمد العامري على تميز أدائه وفي أخلاقه وتفانيه بعطائه في جميع لقاءاتنا معه وفي رحلاتنا التدريبية جميعها، كتب الله أجره وبارك في جهوده إن شاء الله. شكرا لفريق العمل المساند لنا، وشكرا لكل من حضر اليوم معنا، شكرا دكتور حربي، شكرا دكتور عبد الله، وشكرا للأخوة والأخوات المتابعين معنا من أول اللقاءات من أول اليوم في رمضان. نتمنى منكم زيارتنا في موقعنا الإلكتروني، موقع الدكتور محمد مهارات النجاح، وإن شاء الله الحقيبة والتسجيل والشهادات بعد شوية تكون على الجروب. شكرا كل الشكر، نلتقي فيكم غدا بإذن الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم كل الشكر، نستودعكم الله على امل لقاء بكم باذن الله سبحانه غدا باذن الله سبحانه، نستودعكم الله.